السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم اليوم في ورشة إدارة الموارد البشرية. اليوم إن شاء الله حتكون معنا أستاذة تسابيح السماني، هي متخصصة في مجال الموارد البشرية، قضت معظم حياتها بتعمل في الموارد البشرية في الشركة اليابانية للتبغ، في البداية كمساعد في مجال اكتساب المواهب والعلامة التجارية لصاحب العمل بالسودان، بعدين كمدير الموارد البشرية بالمصنع في السودان، بعد كده شريك أعمال الموارد البشرية بهولندا، وحالياً مدير الموارد البشرية الإقليمي لأوروبا الشرقية بسويسرا. هي حاصلة على درجة الماجستير والبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الخرطوم، كمان حصلت على شهادة CIPD المستوى السابع اللي هو دبلوم متقدم في الإدارة الاستراتيجية للأفراد. أهلا بك تسابيح، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، تفضلي. شكرا يا دكتورة نعمة، وشكرا لكل الحضور. أنا متأكدة إنه يعني في ناس كثير اللي حاولت بكل المجهود اللي عندها إنها تحضر السيشن برغم مشاكل الإنترنت، ممكن يكون حتى الوقت متأخر في أماكن مختلفة. فشكرا لكل الناس اللي لقيت الوقت لإنها تحضر الموارد البشرية السيشن تاعت الليلة، ولكل المهتمين بالموارد البشرية. أنا حأبدأ. I can share my screen I think now، صح؟ ايوه تفضلي. فأول حاجة بدي ألف شكر على الـ privilege اللي أنا عندي، وأنا I was chosen to introduce you للموضوع بتاع الموارد البشرية. أنا اخترت العنوان اللي هو demystifying human resources. وليه العنوان بتاع كلمة demystifying دي؟ لأنه تخيلي الموارد البشرية لناس كثيرة، لأن ذلك الموارد البشرية سواء شغالين في departments تانية، سواء للناس الخريجين يا دوب، للناس اللي ما اشتغلت في شركات، بالنسبة لهم ال HR دي is a mystery. دي للناس اللي عندهم مصالح مع الشركة، دي للناس اللي مع الشركة ضد الموظفين، دي للناس اللي مالين أنا فقر ونكد. فدي دي ال perception عن ال HR عادة بيكون عامل كده. فأنا الليلة مهمتي إنه to break out ال perception الموجود عندكم عن ال HR. هعرفكم عن الجانب الحقيقي لل HR. How does it really feel إنك تكون شغال في الموارد البشرية في أي نوع من الشركات؟ of course يعني الوضع بيكون مختلف من شركة لتانية، كل شركة بيكون عندها أجندتها، كل شركة بيكون عندها تصور معين للموارد البشرية، لكن إحنا نتكلم بصورة جنرال كيف وضع الموارد البشرية في العالم حالياً. أثناء ما أنا بتكلم إذا في أي زول عنده أي سؤال please feel free إنك to unmute yourself وتسأل سؤالك أو تكتب في الشات، ممكن أنا أرجع للأسئلة بعدين آخر السيشن أو ممكن أجاوب عليها في وقتها. علي كمان لو ساعدتني بأنه لو في أي question مفترض أنه أنا أجاوب عليه وأثناء السيشن I'm more than happy. أنا هتكلم شوية عن نفسي. شكرا دكتورة نعمة أول حاجة إنها قدمتني. الجانب اللي أنا حابة أقدمه عن نفسي إنه أنا تسابيح سودانية. I'm a proud wife and a mom of two boys. عندي أحمد وعلي. أنا زولة very passionate بال HR، والحاجة دي ما جديدة. يعني أنا من وقت كنت في الجامعة I knew إنه أنا كنت عايزة أبقى زولة بتاعة HR، فما كان عندي مثلا التردد بتاعت إنه أشتغل في ياتو مجال، أعرف عن ياتو مجال، لا I knew that I wanted to become an HR person. فما كنت بقدم في أي وظيفة إطلاقا unless هي تكون HR. ويعني أفتكر يعني دي نعمة كبيرة من ربنا، يعني إنه أنا اخترت المجال اللي أنا عايزاه و I think إنه أنا I have the right skills for it. فالحمد لله سعيدة بشغلي جدا. زي ما قال الدكتور نعمة، أنا قضيت أغلبية وقتي في JTI اللي هي Japan Tobacco International. للناس اللي ما بتعرفها دي الشركة اللي acquired حجار، فهي حجار سابقا اشترتها سنة 2011. قبلها I did some internships here and there، الخدمة الوطنية، لكن دي الشركة اللي أنا بقدر أقول إنه أنا بديت فيها مسيرتي المهنية. انضميت للشركة دي لما أنا كنت فريش جرادويت، يا هو بعد سنة تقريبا بعد الجامعة. كان عندهم فريش جرادويت بروجرام، فوي ديد لايك روتيشن في 3 ديفرنت ديبارتمنتس: ترينينج اند ديفلوبمنت، ادمنستريشن اند ريكروتمنت. حبيت الريكروتمنت شديد في وقتها، فاي واز اسايند لتالنت. البوزيشنز نيم اسمه تالنت اكويزيشن اند امبلوير براندنج، اللي هو الزول بيكون معني بالريكروتمنت بتاع الشركة، تعيينات، مسؤول عن التعيينات، ومسؤول عن الـ employer branding activities اللي هي بتخص إنك تروج للشركة كموظف، يعني زي الماركتينج للبرودكتس أنت بتروج للشركة كموظف. بعدها بقيت HR manager للفاكتوري، اللي هو اللي احنا بنسميها global supply chain، ودي كانت أول experience لي في الفاكتوري.
I fell in love with it to be honest. يعني كانت فترة ممتازة، تعلمت فيها كثير شديد، تعلمت فيها فعلا يعني معنى إنك تكون اتش ار، معنى إنك يكون عندك مسؤولية إنك تكون اتش ار بيرسون. فأخذت فيها 2 years، بعدين I got assigned ل business partner في Netherlands. كنت supporting ال global functions في Netherlands for 2 years as well. وبعدها my current job اللي هو regional HR manager، المسؤولة تحديدا عن ال region بتاع Eastern Europe. جيت يعني مقسمة ل regions، فده ال region أنا مسؤول عنه Eastern Europe، and حاجة اسمها global travel retail اللي هي basic لل airports. I'm based in Geneva. لكن for the record أنا امبارح جيت مصر، صحباتي هنا عملوا رايحين عليكم الله، الموضوع نافيز ولا عارفه. أنا جيت امبارح مصر فبعتذر مسبقا إذا بقي في أي مشكلة في الشبكة. قبل ما نمشي للأجندة، since إحنا ما عندنا عدد كبير، يعني I think I would be super happy إنه أنا أسمع عن كل واحد فيكم. quick brief، أنت منو؟ وين حاليا إذا شغال أو بتقرأ؟ وإذا حاب إنك تذكر توقعاتك شنو من السيشن دي، فمن حاب إنه يبدأ أول؟ أعتقد يا تسابيح ممكن تمشي بالترتيب الأسماء، يعني يس نمشي بالاسم. عندنا أمل، تفضلي يا أمل. أمل أوكي، رجعت عملت ميوت. فايز الحابين نفسه with no pressure of course. يعني ممكن بتخيل إن ما كل الناس ممكن تكون الشبكة حاليا بتسمح وما في مكان مناسب، لكن إذا في زول حاب يقدم نفسه we're more than happy to hear. بالمناسبة اليوم المايكات مفتوحة، يعني ممكن تو انميوت وتتكلموا. Any volunteers? Okay. Lara. Lara, you go ahead immediately. السلام عليكم. عليكم السلام يا لارا. في الأحفاد وتخصصي هو supply chain management، وحاليا قاعدة في مصر. اتشرفت بك كثير يا لارا، ألف شكر عليك. أول فولنتير كمان، و all the best إن شاء الله. شكرا، يديك العافية. لينا جمعة إن شاء الله. أوكي، أنا شفت الكومنت بتاعك يا عمار. I can imagine أيوه إنه ممكن يكون مع كل الناس في مكان مناسب، ف it's okay. إن شاء الله يكون في فرصة أحسن إن إحنا نعرف بعض أكثر. again أنا موجودة في مصر، ف let's talk about it later. طيب نحن هنغطي شنو في يوم الليلة؟ الأجندة بتاعتنا شنو هو الاتشار، الأهمية شنو بتاعت الاتشار. ما حابة إنه أتكلم عن الهيستوري، فأم gonna talk about the trends and changes in the HR industry. الكي ريسبونسبيلتي شنو الحاجات اللي بيعملها الزول بتاع الاتشار عشان هو يعمل الحاجات دي، شنو الحاجات السكيلز اللي هو محتاج ليها، البيست براكتسز. حناخد كذا كيس ستدي within البراكتس، واخر حاجه سم تيبس اند تريكس لانك كيف تقدر تمشي في المجال بتاع الاتش ار لقدام. ف this is what we're going to cover, this is what I propose. فاذا في اي زول حاب بانه نحن نغطي توبيك معين، برضو اكتبه في الشات على طول. اتش ار هو شنو؟ ال HR هو ديبارتمنت في الاورجنايزيشن، هو مسؤول عن باختصار زي ما الكلمه بتوحي المانجمنت بتاع الامبلويز. ال HR مسؤول عن الامبلوي لايف سايكل كلها، ابتداء من الاتراكشن اللي هو زي ما ذكرت لكم مسبقا الامبلوير براندنج، اللي هو انك ترويجك للشركه كموظف، فبتحاول انك تو اتراكت التوب تالنتس الموجودين في السوق. زمان في السودان كانت مشكله كبيره موضوع الاتراكشن ده، لأنه التالنت بول ليميتد، يعني الموظفين اللي أنت عايزهم هم عددية بسيطة وكل الشركات بتتنافس عليهم. فأنت لازم تكون مميز في شركتك، شنو الحاجة اللي أنت بتقدمها للموظف عشان تقدر تجذب أحسن موظفين في السوق عندك. بعد ذاك بتجي المرحلة بتاعت الريكروتمنت، اللي هي طبعا كلنا عارفينها، اللي هي الهايرنج بروسيس، الانترفيوز، السلكشن. الهدف بتاعها إنه إحنا يكون عندنا
الموظفين الصح في المكان الصح في الوقت الصح، ده الهدف الأساسي بتاع الريكروتمنت. بعد كده بنمشي للأونبوردينج. الأونبوردينج اللي هو باختصار كيف أنت تخلي الموظف ده يندمج في الثقافة بتاعت الموظفة، في الثقافة بتاعت الشركة، يعرف شنو البروسيسز، يعرف شنو البوليسيز، الريسبونسابيلتيز هو بتاعته، منو الناس الكي اللي هو بيحتاج انه يتعامل معاهم، شنو المتوقع منه هو كموظف. والهدف برضو الاساسي يعني انك تقدر تدمج في الثقافه بتاعتك بتاعت الشركه. كل شركه عندها ثقافه و كالتشر معينه، فانت بتحاول انك من الاساس تجيب ناس تو فيت ذا كالتشر، لكن على اي حال بتعمل بعض المجهود لانك تقدر تدمجهم في الثقافه بتاعتك. الريتنشن and then development اللي هو معروف بالنسبة لنا اللي هو learning and development، بتحاول إنك أو مش بتحاول، واحدة من الأهداف بتاعتك إنك تعمل training للموظفين، لأنه البيئة بتاعت الشغل حاليا اختلفت شديد. يعني السكيلز اللي بتبيها الموظف بعد سنة ما بتكون هي نفس السكيلز اللي هو محتاج ليها عشان يقدر to advance ويقدر يأدي شغله بطريقة صح. العالم بيجي متغير شديد، فبيجي في سكيلز كتيرة مختلفة كل يوم والتاني بتجينا حاجات جديدة. وأز ويل الـ personal development بتاع الموظفين ذاتهم، يعني واحدة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها للـ retention إن احنا ندي فرص بتاعة تطور للموظفين اللي عندنا عشان هم يقعدوا معانا وعشان يقدروا يؤدوا الشغل بطريقة أحسن، to advance يكون عندهم employee engagement and satisfaction. آخر حاجة اللي هي الـ offboarding، اللي هي دي في الآخر هي natural process. الناس في الآخر يعني ما الناس بتمشي من الـ organization whether voluntary or involuntary. فولنتري بمعنى إن زول استقال أو تقاعد أو اتفصل، اللي هي بتحصل برضو. أنت بتحاول إنك to have it as smooth as possible whether it's فصل أو استقالة أو تقاعد. بتحاول إنك تخلي البروسيس دي very smooth من غير ما يكون في perception أو bad intention من both of the sides، يعني whether the organization ولا الموظفين، يمشي منك a happy leaver، تكون انت اديت الوظيفه بتاعتك وهو ادى الوظيفه بتاعته، و let's say like it's a peaceful settlement agreement. شنو الاهميه بتاعت ال HR؟ دي الحاجه اللي احنا ممكن افتكر انه تعريف الناس ليها بيكون مختلف شديد. ال HR ما هو الزول اللي بياخذ ال attendance بتاع الموظفين، ما هو الزول اللي بيكون واقف في صف الشركة ضد الموظفين. ال HR هو strategic business partner. Again I'm talking about the real HR. The strategic business partner اللي هو الزول هو شريك في البزنس. ال processes وال practices اللي هو بيعملها كلها بتكون مطابقة للأهداف بتاعة البزنس. يعني إذا مثلا البزنس عايز إنه يحقق let's say 30% growth this year، الحادي بناء عليها بيكون في كمية بتاعة موظفين معينة مفترض تتعين، كمية بتاعة موظفين مفترض تاخد سكيلز جديدة، في كلتشر معين، في تشينج مانجمنت معين مفترض تتعامل. فدي كل الحاجات دي بيكون مسؤول منها الزول بتاع الاتش ار، فهو يسمى بزنس بارتنر. المسمى حاليا بتاع الاتش ار مانجرز في اغلبية الشركات بكده اسمه اتش ار بزنس بارتنر، هو مسؤول من كل الحاجات اللي بتكون انه to align ال HR practices مع ال practices بتاعت ال business. الحاجة الثانية هو انه هو talent pipeline. فال HR مسؤول من ال attraction ال development ال retaining of the top talent زي ما نحن قلنا، الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها بتفصيل. compliance and risk management. ال HR الصراحة بتمر عليهم مواقف يعني أجل، لأنه هو الزول في الوش مع الموظفين، فبتحصل كيسز كتيرة شديد من حاجات بتاعت مس كوندكت ريبورتس against certain behaviors ممكن تكون في الشركة. فهو كل ده مفترض إنه يتعامل معاها ويحرص على إنه الشركة ما تقع في أي خطأ ضد القانون، أو ما تعمل أي حاجة لموظف، حتى لو كانت الشركة عايزة كده، لكن أي حاجة ضد الريجوليشنز ضد القوانين لازم هو يكون يتأكد إن الحاجة دي ما ممكن تحصل. ويتحاشى تماما أي ريسكس، يعني حتى إذا حاجة ما ضد القانون لكن فيها شبهة، فيها أي ريسك ممكن يوقع الشركة، فدي حاجة هو لازم يكون حريص على إنها ما تحصل. الحاجة الأخيرة والجميلة about being an HR إنه أنت برضو مسؤول عن ال culture and engagement. أنت الزول بديك الشركة لما يكون في مثلا
environment حاصلة في الشركة، الموظفين ما تبدأ كويس جدا. الشركات هسه حاليا بتعملها، جانتني مسج إنه الإنترنت connection is unstable، لكن كل الناس تعملني. أيوة، مسموع. هو قطع شوية لكن مسموع. أوكي، حاليا رجع. أيوة واضح. تمام، أوكي، ممتاز. ال trends and changes of the HR profession. زي ما قلنا نحن اوريدي اغلبيتنا، اذا نحن قرينا بزنس سكول، فاحنا اخذنا في الجامعه شنو الهيستوري بتاع الاتش ار، كيف كان وكيف بدا. لكن هسه اي وود لايك تو فوكس على انه حاليا التشينجز شنو الحاصله في الاتش ار. اول حاجه، يمكن كثير مننا سمع عن الديجيتال ترانسفورميشن، الاي اي، الداتا اناليتكس. بالنسبه للاتش ار اتس كولد بيبل اناليتكس. ففي بقى في استخدام كبير شديد للسيستم بتاعت الاتش ار. ممكن تكونوا للناس اللي بتقدم وظائف هسه حاليا انتبهوا مثلا انه في سيستم اسمه سكسس فاكتورز بتاع مثلا هايرينج. في بوتس بيجوا بتتعمل للريكروتمنت، فحتى في كومبانيز ما بتعمل حتى انترفيوز الاولى، بتتعمل كلها ثرو اي اي. الداتا اناليسيس، اغلبيه الديسيجنز اللي كانت ما زي زمان تعتمد على الجت فيلينج، لا تسي انه انا والله حاسس الموظف ده ما مأدي شغله. There's data analytics بيحكم كل قراراتك. ما بتقدر تفترض مشكلة معينة حاصلة في الشركة إذا ما كانت الداتا بتحكمها، أو الداتا بتوضح فعلا في المشكلة دي. يعني ما ممكن تجي تقول مثلا حتى لانه مثلا انت سامع من ناس عايزين يستقيلوا وكذا وكذا، you have to highlight it. لكن ده ما بيعني انه مثلا عندك مشكله بتاعتك اذا ما كانت الداتا بتوري. فكل القرارات حاليا بتاعت الاتش ار بقت محكومه بالديتا اناليتكس، والحاجه دي بتساعد جدا، بتوري بالظبط كده البين بوينتس بتاعتك، شنو المشاكل بتاعتك وكيف انك كيف انك تقدر تحلها. ريموت ورك او الجيج ايكونومي. الجيج ايكونومي ما عارفه اذا في زول قبل كده سمع بيه، وهي ما كانت حاجه موجوده عندنا في السودان لكن انترناشونالي موجوده، اللي هو اللي بيكون الشغل اللي بيكون بارت تايم بروجكت، بيكون في وقت كده معينه ممكن تشتغل فيها فريلانسر، ممكن تشتغل لبروجكت معين لفتره بسيطه وخلاص. الشركه بتستفيد منك من غير ما يكون عندها كوميتمنت عليك طويل المدى، وانت قدرت انك تستفيد من انك تستخدم شغلك في فتره معينه وتاخذ عليها قروش. الريموت ورك حاليا before the session I googled it, it's 60% في الشركات في يوروب بقت شغاله مع الريموت ورك. يعني الفكره بتاعت انه انت تجي كل يوم الصباح من المكتب من الساعه 9 ل 5، 5 أو 6 أيام في الأسبوع even sometimes، دي ما بقت موجودة. أغلبية الشركات الكبيرة حاليا بتشتغل هايبريد، خصوصا بعد كوفيد، لأنه أغلبية الموظفين انجبروا إنهم حيشتغلوا من البيت. فالشركة والموظفين الاثنين قدروا يفهموا إنه الحاجة بتشتغل، الحاجة بتظبط، الحاجة دي ممكنة، وبالعكس فيها بنفيتس كثيرة وذر للموظفين أو للشركة كذلك. فحاليا شركات كثيرة اتجهت على الهايبريد، بعدين بقت واحدة من المتطلبات بتاعت الموظفين كذلك. إذا أنت ما عندك hybrid work ممكن تبقى عندك مشكلة في إنك to attract الناس اللي تشتغل عندك في الشركة. إحنا مثلا عندنا 50% اللي هو بتشتغل يومين، بتشتغل 50% of the week or the month لازم تكون فيه في المكتب، باقي ال 50% you can work it from anywhere. وما في حاجة اسمها fixed hours، يعني ما بتشتغل من 9 ل 5. You can fix your hours، تشتغل الساعات المطلوبة منك بنهاية الأسبوع، لكن ممكن توزعها بالطريقة اللي أنت شايفها يعني مناسبة لك. Work-life balance، الحاجة دي نتكلم عنها كثير، خصوصا to be very honest مع the new generation، generation Z، it's one of the priorities. نحن أنا هتكلم عنه، إحنا بعتبرنا الجنريشن اللي قبل ما كانت الحاجة دي بالنسبة لنا مهمة، بالعكس كان يعني كل ما انت بتشتغل اكثر، كل ما انت بتقضي زمن اكثر في الشغل، you work overtime، بتشتغل في الويكند كده، بتكون حاسس انك منجز رهيب وخطير. This is not the reality anymore. اي شركة
فيها ضغط كبير بتاع الشغل لدرجة إنه مؤثر على الورك لايف بالانس، ما بقت شركة مرغوبة. الحاجة دي بتدمر سمعته وبتدمر الساتسفاكشن بتاع الامبلويز بتاعنا. آخر حاجة diversity and inclusion، أكيد سمعنا عنها كتير. البرايورتيز تختلف تماما من شركة للتانية، تختلف من كلتشر للتانية، تختلف من بلد للتاني. نحن في السودان we were still stuck في الحتة بتاعت ال women empowerment. إحنا تقريبا I think we were 15% females في السودان، والباقي كله كان males. ما كان عندنا ولا بيت في السيلز فورس، ما كان عندنا ولا بيت في الشوب فلور بتاع المصنع. فكان كل المجهودات كانت مكرسة تجاه إنه إحنا يكون عندنا equality من الناحية بتاعة number of women in the workforce، إنه يكون كل ال practices the same بالنسبة لهم الاثنين. الحاجة يمكن تكون شوية في السودان كانت ما موجودة عندنا يعني، أو أفتكر يعني إنها ما موجودة، فكرة إنه males and females بياخدوا different salaries، إنه مثلا من الأول الميل بياخد أكتر من الفيميل. I'm not sure صراحة، يعني at least إحنا ما كانت عندنا، لكن في يوروب دي كانت مشكلة حقيقية موجودة عندهم. أنا حتى المعلومة دي يعني كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي يعني بصراحة، إنه البراكتس في أغلبية الشركات إنه الميل بياخد أكتر من الفيميل، يعني for zero reasons، يعني ممكن يكون عندهم the same skills the same competences مختارينهم لنفس الوظيفة، لكن still there is a difference in the pay. فبيجي الشركات كلها بقت متجهة على إنه يكون عندها diversity and inclusion practices. الحاجة دي زي ما أنا قلت لكم البايوليتي بتختلف تماما من culture للتانية، من شركة للتانية. في شركات هسه حاليا كتيرة يعني they're targeting مثلا handicap people، إنه مثلا يكون في policies معينة بتديهم مثلا أولوية في الشغل أكثر من غيرهم. في حاجة جديدة برضو هسه يعني طالعة ترند في موضوع diversity and inclusion، اللي هي مسمينها diversity in mindset. الفكرة بتاعت ال introverts versus extroverts، ال leaders normally أو مش normally، الأغلبية بتلقى إنه زول ال extrovert he's the one who can talk well، اللي بيقدر كده to engage مع الناس بسهولة، بيقدر إنه to present himself in a better way he get the better job. while ال introvert، while ممكن يكون هو بيشتغل أحسن من ذاك بكثير شديد، لكن because he's introvert he's shy he's not presenting himself بنفس الحماس ال extrovert هو بي present himself، فبيكون عنده فرصة أقل. بس حاليا ال diversity and inclusion برضه متجهة للفكرة بتاعت إنه يكون عندنا مساواة في التعامل مع different mindsets، of course the different generations as well. كان جزء من ال CIPD I did a research على ال different generations. ال insights كان بجد حاجة يعني very interesting. فكرة إنه ال new generation it's true that they have different expectations، عندهم توقعات مختلفة عن الشغل عامل كيف، عن طريقة بتعمل بيها الحاجات كيف. they're fast they're more relaxed they're not they're into work life balance، لكن they're very innovative they're very creative and ما عندهم I don't know how to say it يعني بطريقة أحسن من كده، لكن ما عندهم ال insecurities بتاعت ال generation اللي قبلهم. again I'm talking about us. ففي الحاجات دي كانت في initiatives كتير حاليا هسه متجهة للموضوع بتاع ال generations ده. ف this is what's happening حاليا في ال HR profession في العالم. دي الحاجات المتجهة عليها ال HR، أغلبية الشركات الكبيرة لحد اللي هي بتحاول تطبق فيها حاليا. في شركات كتيرة قطعت شوط كبير جدا في الحاجات دي وطبقت يمكن كلها، while of course في others لسه on the way، لكن المستقبل بتاع ال HR شكله عامل كده at least للفترة الحالية. يعني ال key responsibilities شنو بتاعت ال HR؟ recruitment obviously، احنا زي ما قلنا من الاول انه to choose the best talents in the right time للوظيفة الصح. الناس دل ندرجيبهم نأهلهم نديهم learning and development opportunities، نقيس ال performance بتاعهم. الحاجة دي normally بتتعمل once a year اللي هو ال performance management system، وفي أغلبية الشركات هو مربوط بال compensation and benefits.
اللي هو طبعا اوف كورس انه يعني اغلب الشركات الكبيره اتليست اذا انت عايز تكون عندك تجيب احسن تالنت لازم يكون عندك competitive pay، لازم يكون المرتبات بتاعتك قادره تنافس، ويكون عندك benefits package كويسه. benefits package اللي هي مقصود بها شنو؟ المقصود بها مثلا car allowances، اي حاجه that's not into the salary itself، يعني ما حاجه تحت المرتب مباشره، لكن مثلا ممكن يعني هو يدوك فرص بتاع التطوير، ممكن يكون عندهم الحاجة اللي صراحة العجباني ريسنتلي الفكرة بتاعة ال how to say it flexible benefits. انت بتختار، يعني ما تقول لي يا اخي انا حديك مثلا كذا للوجبة، حديك كذا مثلا للترحيل، حديك كذا مثلا للبنشن اللي هو القروش بتاعة التقاعد. انا بحدد شنو البرايورتيز بتاعت البنفيتس، الحاجة اللي انا محتاج ليها within ليميت معين، ودي الحاجة اللي أنا بشتغل عليها، دي الحاجة اللي أنا هختارها. الحاجة دي حاليا برضو ترند من الحاجات الظاهرة وفي شركات كبيرة بدأت تنفذها. of course عليها يعني فيها administrative cost عالي في الأول تحديدا، لكن هي حاجة من الحاجات اللي attractive لكثير الناس. ال employee relations اللي هو managing the relations and addressing employee concerns، الحاجة دي I think إنها بتكون أصهر كمان في الشركات اللي عندها اسمها شنو؟ زول يذكرني يا جماعة، النقابة، أوكي، أيوة اللي عندها نقابات. إحنا زمان كان عندنا نقابة وكان was very strong، فكان أي قرار كبير بداخل الشركة لازم، يعني قرار مثلا كان فترة مثلا حصل transformation كده، ناس كمية من الناس كانت اتفصلت ووظائف جديدة اتخلقت as well، كل حد لازم يعني it has to get approved من النقابة أول، والنقابة to accept it، وهم يبقوا شريك معاك في ان انت تقدر تو implement التشينج اللي حيحصل ده. فانت لازم تكون قادر تعمل managing the relations بتاعتك whether internally او externally as well. ال compliance اللي هو زي ما قلنا احنا لازم نحرص على انه الشركة تكون compliant مع كل القوانين الموجودة في البلد، مع مع القوانين بتاعة العمل. What are the most important skills؟ انا هرجع من السلايد دي. Please write اكتب لي في الشات انتوا في رايكم شنو، عشان انت تكون زول بتاع اتش ار قادر تشتغل كل الريسبونسابيلتيز اللي احنا بنتكلم عليها هسه دي، المفروض يكون عندك يا تو سكيلز. اذا في زول حاب اميوت نفسه برضه ممكن، اذا ما حاسس انك حتقدر تتكلم ممكن تكتب لنا في الشات. شباب انتم معانا؟ ممكن تكتبوا في الشات زي كل مرة، أو إذا حابين انتوا إنكم تتكلموا ممكن أي هم ترفع. قاعدين يكتبوا الكلام، أوكي تمام. كلام لطيف. أوكي السؤال يا روعة، إنه عشان أنت تقدر تعمل المسؤوليات بتاعت الـ HR دي المفروض يكون عندك يا نوع من الـ soft skills، يا نوع من المهارات تكون موجودة عندك تعمل المبيعات. وسينا بسوفت سكيلز قصدك شنو؟ كوميونيكيشن، واضح انه الترند اكثر حاجة الكوميونيكيشن. فلكسيبيليتي، fair enough. problem solving، عمار شفت السلايد شكلك صح. negotiation skills very good. اوكي تمام، خلونا نشوف نحن شو حتى طبعا في skills كثيرة شديد، لكن في حاجات هي أساسية جدا لأنك تقدر تعمل الحياة المفترض تقدر تعمل أنت كزول بتاع HR. communication كلكم قلتوها كأول حاجة، إنه أنت لازم تكون قادر إنك توصل الرسالة
توصل الرسالة بطريقة واضحة دايركت مع موظفينك، تقدر تتواصل مع مختلف الليفلز، حتى في الموظفين نفسهم، مع كل الليفلز، مع التوب مانجمنت، مع الميدل مانجمنت، مع اللور ليفل بتاعت المانجمنت، مع الشوب فلور، مع السيلز، مع كل الفانكشن. تقدر تتكلم معاهم بالطريقة اللي بتناسبه، تقدر تتكلم كذلك مع الاكسترنال ستيك هولدرز. سو الاتش ار بيتعامل كثير مع الجهات الحكومية العامة، فاللي هو بتطلب برضه نوع مختلف نوعا ما من الكوميونيكيشن بيكون حاصل جوا الشركة. ethical judgment and integrity، لازم يكون عندك أخلاق مهنية. الزول بتاع الاتش ار ده بيكون عنده access لكمية بتاعت معلومات very sensitive. نحن بنتكلم على التفاصيل بتاعت مرتباتك، ممكن تكون تفاصيل بتاعت مثلا تحقيقات، حاجات بتخصك حياة شخصية، فإنك تتعامل معلومات حساسة، معلومات كلها سرية خلينا نقول، فأنت لازم تكون قادر إنك تحافظ على سرية المعلومات دي، وبناء عليها لو احتجت إنك تقدر تاخذ القرارات الصح بطريقة very fair، تكون عادلة وما تكون فيها أي نوع من التحيز. الجزئية بتاعت التحيز دي حاليا بقى فيها كلام كثير شديد يا جماعة، البني آدم، أي بني آدم يعني، وذا اتش ار ولا لأ، بقى اكتشفنا إنه في حاجة اسمها unconscious bias، اللي هو إنه أنت بيكون عندك تحيزات أنت ما شاعر بيها أو ما واعي بيها، تحيزات أنت ما واعي بيها، بتحكم على حاجات معينة بطريقة غير واعية تماما، انت ذاتك ما بتكون منتبه، بتكون البروسيس بالنسبه لك بتحصل بطريقه غير اوتوماتيك، فانت تكون واعي للتحيزات شنو بتاعتك. في كتاب جميل شديد يعني، ان شاء الله اقدر اكتبه لكم في الشات اذا قدرت اتذكر الاسم، بتكلم عن التحيزات، اذا في شيء حابب انه يعرف اكثر عن الحاجه دي. organizational skills، افتكر يعني الكمية بتاعت ال responsibilities والكمية بتاعت التاسكات اللي بتكون عند الشركة، بتكون عند الزول بتاع ال HR، وإذا جاي من الموظفين طلع عليه ال payslip، إذا زول ما عنده system طلع ال payslip وديني الورقة أعمل لي ذاك، عندكم الزول الجديد ده مفترض تتعاملوا معاه ومفترض تعملوا له حاجاته، تفاصيل كثيرة شديد بتاعت التاسكات، لازم الزول ده يكون قادر إنه هو يديرها كلها بطريقة مناسبة، ويقدر تو prioritize يخش شنو الحاجة المهمة مفترض تتعامل و urgent تتعامل هسه، مع الحاجة اللي ممكن تدعم later on، ويقدر يقول لا، يقدر يقول لا إنه الحاجة دي حاليا ما في وقت مناسب ليها، هتدعم لاحقا. interpersonal skills، يمكن دي واحدة من الحاجات يا جماعة، أنا أمشور إنه أغلبية أو أوكي I'm not sure، لكن I think إنه أغلبية الناس بتاعنا الـ HR اللي بيشتموهم الناس ديل الناس ديل they're lacking interpersonal skills. الفكرة بتاعت ال HR الصغير البايخ اللي دايما صار يوشو فينا كده، دي الزول ده هو his lack in interpersonal skills، ما عنده حساسية في التعامل، ما بيعرف يتعامل مع ال conflicts، ما خد صاد بتاع ناس معينين تجاه ضد ناس معينين، ما قادر يخلق علاقات فيها ثقة، وما قادر يتعامل مع مختلف الشخصيات، ما قادر يتعامل مع let's say مختلف ال generation، مختلف ال genders، males versus females، ما قادر يتعامل مع مختلف ال levels، الناس ال top management مع ال lower level، فالزول ده يفتقد الحساسية بتاعته في التعامل بينه وبين الناس، وده زول خطر جدا بالنسبة للمؤسسة قبل ما يكون بالنسبة للناس ال HR للموظفين نفسهم، لأنه أنت زول ال HR ده زول في الواجهة، زول ده اللي بيخلق الانطباع عن الشركة للناس whether ال external أو ال internal، فإذا أنت بتعين زول في ال HR ما عنده ال interpersonal skills دي، تضرب نفسك يعني on the foot. هاد آخر حاجة data driven، اللي هو زي ما أنا ذكرت في الأول إنه ده واحد من ال trends الحاليين حاصلة في ال HR، إنه لازم أنت يكون عندك people analytics mindset، ما تاخذ القرارات بناء على عواطف، بناء على انطباعات شخصية موجودة عندك. ما عاجبني الموظف ده والله، لا مستني مش عادي، ما عجبني الموظف ده في الانترفيو، I didn't feel good تجاه الزول ده، فأنا ما حعينه. شنو الداتا اللي عندك انت اللي بتخليك اذا الزول ده جاوب على كل اسئلتك صح، الزول ده كل الاسسمنتس اللي انت عملت عليه كانت مظبوطة، الزول ده عنده في ريكومنديشن عليه، في ريفرنس كويس عليه، ما في شيء بخليك تتبع الجت فيلينج، لانه ممكن يكون فيه
تحيز انت ما واعي به، وتتبع ال gut feeling زي ما بتساعدني بالترجمة، يعني زي شعورك الداخلي، يعني الشعور اللي انت متبعه، الاحساس اللي عندك انه انت عايز الزول ده. فال HR لازم يتبع، يكون عنده data driven، خصوصا برضه احنا بنتعامل مع كمية بتاعت data، بتاعت salaries، بتاعت مرتبات، بتاعت حاجات كتيرة، فلازم يكون قادر انه يتعامل مع الداتا ويقدر يخلق منها قرارات مناسبة. طيب تمام، حنمشي لكيس ستادي يا جماعة للحتة اللي أنا عايزة، حتى إذا أنت ما حتقدر تشارك بالكلام شاركوا بالكتابة. إحنا حنرسل الجروب ل بريك أوت رومز، كلكم حتلقوا نفسكم أوتوماتيكلي في بريك أوت روم مع ناس، عايزاكم تتناقشوا في الحاجة دي وتبي توروني رأيكم شنو. عندنا ريكروتمنت استراتيجي عايزين نبنيها، عندنا الشركة بتاعت إكس واي زد عندهم لاين جديد اتعمل وشغالين فيه ريبراندينج، تمام. الشركة عايزينها إنها تكون جاذبة للجيل الأصغر، حاليا عندها ماركتينج تيم فيه 5 أشخاص، تمام، وعايزين مانجر يكون عنده اكسبيرينس في الديجيتال ماركتينج والبراند مانجمنت والتيم ليدرشيب، لأنه الزول حيكون مدير ل5 أشخاص. الماركتينج مانجر الفات مشى، تمام، والرول ده حاليا، الجوب ده حاليا فاتح له 2 شهرين وما اتقفل. فال اتش ار تيم عنده تاسك انه يقدر يخلق comprehensive detailed يعني recruitment plan مفصلة، عشان يقدر يحقق الهدف بتاع انه حيجيب موظفين مناسبين للجوب ده. الحاجات المطلوبة انه يعمل job description، يقدر يعمل selection criteria، اللي هو selection criteria دي الكرايتيريا اللي انت حتعتمد فيها الاختيار الموظفين، حتعاملها كيف، شنو البروسيس بتاعت الاختيار حقتك، حتكون عاملة كيف. وآخر حاجة إنك تبلان الانترفيو بروسيس، الكويشنز بتاعتك والاسسمنت ميثودز اللي حتاخدها. اوف كورس إنه أنا حأتكلم عن الحالة دي بعد ذاك، لكن خلونا ناخدها ككيس ستادي ونشوف نحن فكرتنا المبدئية شنو عن الحالة دي وإنها بتتعامل كيف. ف now I need the help of the breakout rooms. في قبل ما نمشي على البريك اوت رومز، الكيس ستادي واضحة يا جماعة؟ الفكرة بتاعتها واضحة ان احنا المفروض نعمل شنو؟ شباب، لو عندكم سؤال عن الكاس ستدي عشان أجاوب عليه قبل ما نمشي على البريك أوت رومز، ممكن نكتب في الكيس الشات أو ستادي واضحة؟ أيوة، ممكن أكتب في الشات، ممكن تعيدي تاني. أوكي، المطلوب في بالضبط يا جماعة إنه نحن نعمل استراتيجي بتاع التعيين في شركة، عايزين يعينوا ماركتينج مانجر، مدير بتاع ماركتينج، تمام. الشركة هي عندها منتج جديد وعايزة المنتج ده بيخص الجنريشن الأصغر، الجيل الأصغر مننا، الجيل الصغير. فالشركة دي عندها 5 موظفين في الماركتينج تيم، وعايزين زول بمواصفات معينة اللي هو ماركتينج مانجر يكون عنده اكسبيرينس في الديجيتال ماركتينج، في البراند مانجمنت وفي التيم ليدرشيب. فالاتش ار المفروض انه يعمل خطة بتاع التعيين يكون فيها جوب ديسكريبشن، يكون يعني جوب ديسكريبشن فيه الحاجة المطلوبة من الزول ده حتكون شكلها كيف، ويحدد الكرايتيريا حيختار بيها الزول ده، بخط الانترفيو بروسس حتكون شكلها عامل كيف، الأسئلة، شنو الحاجات اللي حنطرحها، شنو الأسسمنت، الحاجات اللي حنقيم بيها الزول ده. فده المطلوب من الـ HR، job description, selection criteria و plan بتاعت الـ interview process. كده أوضح؟ تمام، ممتاز. طيب أنا كنت عايزة أقول شنو، أيوة، أي أساين 5 دقايق يا جماعة للتاسك دي. حاسين إنه 5 دقايق ممكن تكون، أو 7 دقايق، أي أنا خطيت 7 دقايق، ال7 دقايق ممكن تكون كافية بالنسبة ليكم، ولا حابين إنكم تاخدوا وقت أكثر؟ وروني برضو في الشات.
أكيد أكتر. تمام ماشي. طيب خلينا نعملها let's say 10 minutes. هل I think إنه بعد ده ممكن نودي الناس للبريك أوت رومز؟ انت ظاهر لك ولا انا عامل بريك اوت من عندي؟ لا أعمل من عندك، أنا ما ظاهر عندي حاجة. تمام. طيب يا شباب، حيصير لكم اربع غرف منفصلة عن المين روم، فممكن نمشي عليها. تخيلي هو حيوديهم اوتوماتيكلي، انا كان غيرت السيتنج انه حيوديهم اوتوماتيكلي، يعني كل الناس اوتوماتيكلي حتمشي للرومز. بس تمام، بعد ذاك في I think الرومس 10 دقائق يا جماعة. نبدأ طوالي نتناقش في الموضوع بتاع البريك اوت روم. انا قدرت القاها يا علي، ف I think it's okay, I can do it from my side. اوكي هي ظاهرة حاليا، بس يعني الشخص بيختار 1 2 3 4. اوكي تمام. فإذا عايزة to be assigned automatically على أساس العدد يكون مقسم بالتساوي، اختاري الخيار بتاع automatically. انا I think I did already. I think ان انا كان اخترت اوتوماتيك. لا لا انا اخترت اوتوماتيك ايوه. لكن اوكي، ميار ظاهر ليكم شنو؟ تقريبا هم بيختاروا. خلاص ايوه هم طيب بيختاروا. تمام. هاي زي ظاهر جوين بريك اوت روم في 4 غرف، بس ما عارف نختار راندملي ولا كيف. خلاص اختاري نوم روم نمبر 2 بليز يا ميار، او 3 سوري 3. كده اوكي فعلا العددية كلها اتقسمت في 1. طيب انا اي ثينك اوكي، انا حقوم اغير، حغيره روم 3. تمام اوكي كده كويس. يلا يا شباب عندكم 5 دقائق. سوري انا كان قلت 10 دقائق. 10 دقائق. شباب انتوا اخترتوا to go to breakout room، لأنه أنا مشيت رقم 4 ولقيت روحي براي. You have to choose. اضغطوا على join breakout room، بعدين اختاروا 1 2 3 4 randomly، يعني whatever you want. في لسه ناس في المين روم، بس انا بحاول والزام على البريك اوت ومش بديهم رومز. مش بديهم notification يعني صح؟
مفترض، لكن هم لسه ما في ناس لسه ما هم. على الشاشة على الشمال في join breakout rooms، تضغطوا عليها بيجيكم 4 خيارات، اختاروا بطريقة عشوائية أي من الـ4 rooms، حاولوا إنكم ما كلكم تختاروا واحد. كيف بيفصل يا رؤى؟ بيفصل كيف؟ بيحصل شنو؟ رؤى انت عايزة تخشي، عايزة تخشي ياتا كده؟ انا بحاول اعملها من عندي. كده كلهم في البريك اوت رومز. تمام رؤى، مش الحال؟ تمام ممكن احنا نعمل، ممكن نخش على الغرف ونحاول نثير الأسئلة. اوكي. أنا هحاول أدخل أي واحدة فيهم. أنا هاخدت اليوم الحاجة دي هنا. أنا مشيت الروم الأول والثاني وشرحت للشباب إنهم يبدوا طوال في النقاش لأنه they are waiting كانوا. اوكي تمام. لسه في participants في المين روم، لا هنا ظاهر لي انه في ناس اوت. هاي ما في كل الناس جوا. الروم او روم 1 فيه 13، روم 2 فيه 7، روم 3 فيه 11، روم 4 فيه 7. All participants 38. طيب صحيح في ناس لسه هنا ما مشوا بريك اوت روم، فدول ممكن يتعاملوا مع المين مين روم على اساس انه فيفث بريك اوت روم. ما أظن فيه، أنا غيرته ما ظاهر عندي زول. انا ظهر عندي لسه في 14 هنا. 14 يس ما أعرف، علي برضو ظاهر عندك كده.
خلاص هاي ممكن الفكرة دي، أنا غايته ما ظاهرة عندي حاجة صراحة، لكن هاي الفكرة دي كويسة يا دكتور نعمة، شكرا.
الشباب والشابات الموجودين هنا، الموجودين في المين روم، سامعني؟ ايوه طب انتو مفترض either to go ل break out room تختاروا، مش هي، أو ما هي الشبكه لما بتقطع بترجعنا للمين روم، عشان كده خلاص بنصحى اوكي، الواحد الناس يتكلم اللي في المين روم يا اما ترجعوا تاني الروم اللي كنتوا فيها، او اعملوا discussion هنا كمان. It's okay يعني if you wish. علاء، رؤى، علا، محمد، إسراء، عزيزة، عاصم، الشفيع، سمعني؟
أفتكر كده كلنا رجعنا للمين روم صح؟ طيب يا شباب، روم نمبر 1، ممكن تدونا بريف in couple of minutes؟ عملت شنو؟ حددت الحاجات كيف؟ You can unmute yourself برضو. طيب، السلام عليكم. بالنسبة الإدارة للجوب ديسكريبشن، مثلا كتبنا حاجة very brief، مثلا we are seeking for a marketing manager with expertise in digital marketing and brand management that can lead a digital strategy and brand initiative to drive the growth and market presence ويكون عنده strong leadership skills وكده، يعني a very short job description. تمام. وبالنسبة للسلكشن كريتيريا، اتكلمنا مثلا انه هو يكون ديجيتال ماركتينج اكسبرتايز، مثلا عنده براند مانجمنت سكيلز وليدرشيب وتيم مانجمنت، وعنده اناليتيكال ابتيتيود وكوميونيكيشن اند كولابوريشن سكيلز مثلا. ممتاز ممتاز ممتاز، wonderful. تاني، مثلا في الانترفيو كويتشنز حقولنا حنسأل مثلا، ما احنا يعني على حسب السلكشن كريتيريا اللي احنا اخترناها، الكويتشن حقتنا كانت اللي هي الكي كويتشنز مثلا، اللي هي ما الكويتشنز العادية اللي في اي انترفيو، اللي هي بس للسبيسيفيك جوب دي. صح، ايوه مثلا كان يديسكرايب مثلا انه اذا عمل قبل كده سكسسفول ديجيتال ماركتينج كامبين، والاستراتيجيز اللي هو مثلا اتبعها والنتيجة حقتها كانت شنو، وهل هو مثلا يعني updated بالآخر الديجيتال ماركتينج ترندز والتولز المستخدمة nowadays وكده. ممتاز. وتاني شيء يعني في ناحية leadership والتيم مانجمنت، يعني من نسأله how مثلا he can motivate or inspire a team to achieve مثلا marketing goals، و how they can مثلا يعني يشير ال challenges challenging situations اللي واجهتهم مثلا في ال leading marketing team، وكيف يعني تعامل معاها. وفي الناحية ال analytical، how they use the data وال analytics to inform ال marketing decisions. ممتاز وأسئلة ممتاز. كتير ثاني في ال assessment method، يعني فكرنا إنه يكون مثلا في سيناريو based questions، يعني نخلق سيناريو معين في المجال حقنا ونسأله لو حصل منه لك كذا نشوف كيف. حتعمل كذا، حتعمل أيوة كيف. أيوة حيتعامل معه كيف كده، يعني how يعني ال employee ده will handle the situation. ومثلا يعني نشوف مثلا ال skills assessment related to digital marketing tools، مثلا زي مثلا من ناحية ال analytics وال social media management وكده. اوكي، هتعملوا كم انترفيو؟ صراحة ما تكلمنا في النقطة دي، انت في ما رأيك فكرنا شنو؟ في النقطة دي. نعمل كم انترفيو للمرشح؟ ايوه، البروسيس كيف حتكون؟ يعني طبيعي حتبدو طبعا بانه حتستنوا السي في صح، حتعملوا لها يا فلترينج يا شورت ليست، مهم. عندك فكرة ممكن معينة ممكن مثلا انه يعني صراحة أنا supply chain تخصصي، لكن هحاول ما أفكر مشكلة. إنه مثلا اللي هو الأولى يعني الفلترينج الأول ده، دي قبل ما يجي أصلا. تاني بيجي مثلا تحصل انترفيو الأولى لكل المرشحين، بعدها نعمل فلترة تانية based on ال assessment method اللي احنا اخترناها وال key questions اللي سألناها وكده. ف I guess two interviews would be enough، اوكي. يعني ال first one وال second، يعني second one after ال filtration. اوكي، بعد ما تحددوا حتختاروا يا موظف يا تو كانديديت، هتعملوا شنو؟ You will contact him. بس ما عارف احنا عايشين تاني. اوكي تمام، كلير انف. شكرا يا دارا، شكرا صراحة، ويل دن، عفوا، ممتاز، شكرا برافو. لك، عافية، تسلم. تمام، روم نمبر 2.
روم نمبر 2. الو، اها ايوه. اهلين، انا تقريبا كنت روم 2، كنا احنا 7. أمنية صح؟ ايوه، اهلين أمنية، كيف حالك؟ الحمد لله حبيبتي تمام. كيف انتي؟ الحمد لله. يلا احكي لي عن يلا شنو. الجوب. احنا طبعا ناقشنا الجزء الاول والثاني حق الانترفيو ده، ما كنا رتبنا الافكار، لكن هتكلم عن It's جوب okay. ريكويرمنت شوية. كويس انه يكون عنده باتشلور ديجري في بزنس ادمنستريشن ولا اني ريليفنت او ريليتد فيلد في بلد تاني، والاكسبيرينس حاجة تكون مينيمم 5 سنين، 5 years or more. لكن احنا برضو كنا we are seeking ل يعني young age برضو، لانه Young age. في البداية كان في الكيس انه عايزين كنتوا ناس يعني صغار، يعني ما كبار. هو البرودكت التارجتينج الناس الصغار، لكن اوكي اوكي تمام برضو اوكي فكرة نتناقش فيها. كويس. تاني عايزين برضه ان الاكسبيرينس يكون عنده في الديجيتال ماركتينج ولا والبراند مانجمنت والتيم ليدرشيب على حسب الريكويرمنتس. وتاني تكلمنا عن السكيلز، كنا عايزين ليدرشيب سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، نيغوشيشن سكيلز، اناليتيكال سكيلز، بروبلم سولفينج تكنيكس. وعنده برضه قلنا يعني من المتطلبات برضه يكون عنده proficiency in digital marketing tools and platforms. ممتاز. كويس. في selection criteria تكلمنا قلنا عنه احنا targeting experience معينة و skills اللي هي اللي I mentioned قبل شوية، وبرضه we mentioned ال age برضه انه يكون من 30 ل 40، ما عارفة احنا حطيناه في range. ليه؟ يلا احنا انا في الاول يعني احنا في الاول فهمنا انه يكون يعني young mind مثلا، طيب لا على حسب فهمنا كان في الاول. تمام اوكي. كويس. دي الحياة اللي اتناقشنا فيها، بس الوقت ما كفانا عشان نصحت زي انترفيو. لا لا ما مشكلة، اتس اوكي. حنقدر نكملها هسه في البس براكتسز. ألف شكر يا أمنية، شكرا ومجدا. شكرا. يلا روم 3. لارا انت رافعة ايدك صح ولا دي قديمة؟ ايوه بس معلش على اللخبطه، انا في الاول اخترت روم 1 لكن شكله اوتوماتيكلي يعني فجاه غيرنا لروم 3، فاحنا كنا روم 3. انا آه كنت روم اتكلمت 3. في سنتين اوكي طيب تمام. يعني حولنا روم 3 وانا ما انتبهت للنقطه دي، لا لا it's سوري. okay it's okay no worries. يبقى معناتها خلينا نرجع لروم 1. روم 1 مين كان في روم 1؟ راح في يلا طيب عشان you cannot you can unmute. اوكي طيب رهف طيب زبطت؟ ممكن اوكي تسمح لي تمام. يا رهف إذا طيب صوتي واضح؟ ايوه واضح جدا سامعينك. طيب إحنا اخترناه أول حاجة اللي هو التايتل بتاعته إنه هو ماركتينج مانجر، وقلنا في الـ responsibility بتاعته إنه هو develop and implement اللي هي الماركتينج استراتيجي و manage and lead the team
for الماركتينج بروفيشنالز وجايد لاينز ليهم، وهو سبورت اند بروفيشنال اند ديفلوبمنت ليهم برضه، وانالايز الماركتينج ترندز، وبرضه هو مونيتور ريبورت الافكتيفنس بتاعت الماركتينج كومباينز. و لما جينا للريكويرمنت قلنا هو يكون باتشلر ديجري في الماركتينج او البيزنس ادمنستريشن اور ان ريليتد فيلد. خدتنا له مينيمم اوف اكسبيرينس من 5 تو 7 ييرز اوف اكسبيرينس. قلنا يكون عنده اكسبيرينس في الديجيتال ماركتينج، سترونج ليدرشيب، واكسلنت في الكوميونيكيشن وانتربيرسونال سكيلز. يعني قلنا preferable انه يكون عنده ماستر ديجري برضه في الماركتينج. حاولنا نفتش له برضه اني انترناشونال سيرتيفيكيت، صراحه ما توفقت فيه. و very good idea. ايوه، وبرضه كان عندنا selection criteria من ناحيه الادوكيشن، الباك جراوند والاكسبيرينس وكده، التفاصيل اللي اتكلمت عنها. جينا قلنا في الانترفيو، التايم بتاعت الانترفيو نفسها، يعني قلنا يا اخي المفروض يكون عنده الانترفيو يكون عنده ليميت تايم between 15 to 20 minutes starting with introducing himself، تكلم لنا عن نفسه، يقول لنا هو شنو عمل شنو في حياته المهنية دي. وبرضو حددنا له انه يعني سألناه هو النوتس بيريود بتاعته كم عشان يطلع من شركته القديمة، او اذا كان هو مرتبط بعمل قديم. وبرضو سألناه من الاكسبانشن اللي هو السالري بتاعته، يعني هو دارياته، يعني شايف نفسه ممكن ياخد كم يعني في الماركت، بيقيم نفسه في الماركت بكم يعني. تقريبا دي كل الحياة اللي اتفقنا عليها. ممتاز بس يعني ما في حاجة. ممتاز، شكرا كثير، ألف شكر، very well done. الله يبارك فيك. طيب I think في room room number four I guess. اوكي طيب، السلام عليكم، صوتي واضح؟ ايوه واضح جدا. طيب room number four، نحن كنا تايت شوية في الزمن، لكن يعني we managed to discuss some aspects. هي منها كان بالنسبة لل acceptance criteria، نحن طلعنا بأنه selection criteria إنه الزول ده نحن to accept him، أول شيء لازم at least يكون عنده bachelor degree في حاجة عندها related to marketing، يعني even if إذا ما كانت related directly to marketing، إنه لازم يكون at least في business management أو اقتصاد، تمام؟ بالنسبة بعد ذاك لازم يكون طبعا عنده يعني proven experience في إنه هو قبل كده اشتغل as a marketing manager. في نفس الوقت احنا ما عايزينه to be too old، لأن احنا عايزينه يعني to be a young man أو a young female، عشان شنو يعني to be able يعني إنه to cope with the developments الحاصلة في الماركتينج يعني department، لأنه هو ده يعني احنا حاسين إنه هو ده شغل بيحتاج لأنه ناس تكون يعني able to cope with the changes اللي بتحصل يوميا في العالم. الحاجة الثانية برضو إن احنا لازم تكون موجودة يعني في CV بتاعه، عشان in order يعني إنه to be shortlisted. برضه هو لازم يكون عنده يعني digital knowledge، لازم يكون عنده ability to deal with the digital tools، إنه يكون يعني all that، وعنده sense of creativity، وعنده ability to إنه يعني to manage the projects. برضه لازم يكون، لأنه هو ده هيكون responsible من ال strategy بتاعت ال company بتاعت ال marketing، وفي نفس الوقت لأنه الزول ده هيكون managing التيم بتاعه ده، فهو لازم يكون عنده ability to be a leader، وفي نفس الوقت يكون able to channel the communications بتاعت ال company بتاعت بتخص الماركتينج. بعد ذاك بالنسبة لي احنا الانترفيو هيكون فيها أهم حاجة هنركز على الجوانب الصفت، ليه؟ لأنه احنا already في السي في بتاعه كنا شفنا كل الهارد سكيلز بتاعته هي عاملة شنو، واخترنا على الأساس ده. في الانترفيو لازم أول شيء نتأكد إنه هو هي هذا creative mind، إنه الزول ده هو بيقدر يعني to respond to different cases، hypothetical cases نحن هنديها له، عشان نقدر نعرف إنه هو الكرياتيفيتي بتاعته عاملة كيف. برضو important إنه نحن نقدر نعرف
شكله في مشكلة في الإنترنت، الصوت قطع عندكم كلكم صح؟ ما بس أنا. أوكي تمام، ما في مشكلة. أوكي I think she covered أغلبية الحاجات. على أي حال very good presentation والله يا جماعة. I'm very surprised إنه ما شاء الله يعني في الفترة ال10 دقائق دي قدرتوا إنكم تكونوا what we call a recruitment strategy. الناس اللي قال لك كان عندهم 2 شهر ما كانوا قادرين إن هم يعينوا زول. الفكرة بتاعت إنك تخلق recruitment strategy معينة لبوزيشن أنت تعبان في إنك تلقى فيه زول، خصوصا لمانجيريال بوزيشن، الحاجة دي is very important. خلينا نتكلم على الحاجات اللي أنتوا غطيتوها. I'm gonna start sharing again. كده كل الناس شايفة البرزنتيشن؟ اوكي ممتاز. نبدأ بالحتة بتاعت الجوب ديسكريبشن يا جماعة. في جروبس قدرت تغطي الحاجة دي يعني كوايت فيري ويل. الحاجة المهمة شديد في الجوب ديسكريبشن يا جماعة الوضوح، إنها تكون محددة بطريقة مناسبة جدا للجوب. أنت كماركتينج مانجر نحن جايبينك تكتب لنا 1 2 3 4. ففي some of the groups قدرت إنها تغطي ممكن تكون شنو الجوب ديسكريبشن بتاعت الماركتينج مانجر. obviously نحن يا جماعة واحد يعني أتوقع إنه أي زول بتاع شعر ما بيكون زول بتاع ماركتينج، ففي العادة الكتابة بتاعت الجوب ديسكريبشن دي بتكون عمل مشترك ما بين الزول بتاع الاتش ار وما بين الزول بتاع الماركتينج او وات ايفر الوظيفه اللي احنا بنتكلم عنها. وعندها طرق كثيره مختلفه جدا، ما حندخل في التفاصيل بتاعت كتابه الجوب ديسكريبشن. لكن من المهم انها تكون واضحه، الريسبونسابيلتيز تكون مغطيه، وانك تختار الكواليفيكيشن الصح للجوب. يعني الفكره مثلا بتاعت انك تكون انت عايز ماركتينج مانجر لكن يكون عنده 15 15 سنه بتاعت اكسبيرينس، 13 سنة منهم كان هو مانجر أو دايركتور فيهم، أكيد حاجة ما منطقية. فتختار كواليفيكيشنز تكون مناسبة للجوب اللي أنت بتتكلم عنه. use inclusive language. أنا دخلت واحدة من الرومز ما قدرت أتذكرها، سيات واحدة كان في نقاش عن موضوع عايزين بيت أو ولد. لازم تكون الطريقة اللي أنت كاتب بيها الجوب ديسكريبشن يا جماعة ما بتكون أنت محدد بيها جندر معين ولا حتى عمر معين. You never know، ممكن يكون ال right candidate بتاعك يكون واقع فئته، فئة عمرية ولا فئته جندر ولا في حتى فئته ديانة. الحاجات دي ال HR يعني already عبر منها. بيجيبنا احنا نكتب مثلا احنا عايزين راجل او عايزين مرأة او عايزين كذا. لازم تكون الكتابة بتاعتك بتاعت الجوب ديسكريبشن تكون شاملة لكل الفئات، عشان انت ذاتك يكون عندك فرصة أكبر بتاعة الاختيار. واحدة من الحاجات اللي بتكلموا عنها برضو هسه حاليا في موضوع الأعمار اللي هو الـ age bias، إنه نحن مثلا بيكون عندنا فكرة معينة عن إنه مثلا الزول الأصغر ممكن يكون فيه كذا كذا كذا، أو الزول الأكبر ممكن يكون كذا كذا كذا. كلها دي تحيزات، جزء منها صح جزء منها لا، لكن you never know. دي الحاجة المهمة، إنه أنت كزول بتاع HR لازم تكون ما يكون عندك بايز يعني، او اتليست تكون بايز يعني تحيز، يعني ما يكون عندك اتليست انت تكون واعي للتحيزات اللي انت عندك. ننتقل للمرحله الثانيه بتاعت السورسينج اوف كانديديتس. طيب رؤى، that's a very good question. شنو طبيعه العمل ممكن تتطلب جندر معين؟ يعني شنو اديني مثال لو ممكن نوع من الاشغال تتطلب جندر معين. أنا صراحة ما قادرة أفكر فيه ولا واحدة فما عارفة. يمكن it's a good time إنه أنا أحكي الستوري دي. زمان لما كنت شغالة في الفاكتوري كان الحاجة دي يمكن ما معروفة شديد، لكن في قانون في يعني فقرة في قانون العمل السوداني بتقول إنه
والله يا رغدة، ده صراحة حطيتيني في امتحان، يعني ما أقدر أجاوب على السؤال ده. الحد ليه بتختلف تماما حسب الكلتشر؟ لأنه مثلا هسه في مصر الكوافيرات كتار من الرجال، في كل العالم مثلا الغربي الكوافيرات بالعكس الأغلبية الرجال، فصعب إنه نقدر نقول عليها حاجة يعني. فا اسمه شنو فكنت بقول انه في فقره في قانون العمل بتقول انه النساء ممنوع عندهم الشغل الليلي ما عدا المجال الطبي. فاحنا كنا شغالين في الشوب فلور صح، عندنا ورديات صباح وظهر ومساء. اي توك ذا انيشيتيف، لانه كان الموضوع ده مزعلني شديد في كرتون، احنا ما عندنا ولا بيت في الشوب فلور، وام شور يعني انه يعني انا متاكده انهم محتاجين البالانس ده. فكان تواصلت مع ناس في وزارة العمل، وجوا عملوا لنا كذا كمية بتاعت سيشنز، عملوا لنا زي تحقيقات، خدتوا لست بتاعت حاجات المفروض نعملها وكل حاجات. أنا يعني أنا قادرة أضمن الستاندرد بتاعي إنه حيحمي أي بيت حتى في الشغل الليلي يعني. فادونا في الآخر اكسبشن، أظن أول شركة في السودان كان يدوها الاكسبشن ده، إنه إحنا نعين أي بيت في أي وقت. بعد يمكن بعد 6 شهور تقريبا كان عيننا أراوند ستة أو 7 بنات كان في المصنع في مختلف الديبارتمنت. الأسبوع اللي فات كنت براجع في حاجة كده معينة، البنات 6 من البنات اللي احنا عيناهم ديل يا جماعة أخذوا سبيشال أتيفمنت أوورد. دي واحدة من الريكوجنيشنز اللي عندنا، زول اللي عمل حاجة ممتازة، عمل حاجة كده رهيبة شديدة بالدول اليوم. 6 أوت أوف 10 بنات إذا أنا متذكرة الأرقام صح أخذوا سبيشال اتيفمنت اوورد، وفي الليسته ما كان في ولا راجل. inclusiveness is important whether للميلز أو للفيميلز، فلازم نكون نحن واعيين يا جماعة للتحيزات بتاعتنا. اوكي let's move on، ممكن أتكلم في الحتة دي يعني للأبد. sourcing of candidates، نحن بننشر الوظائف بتاعتنا وين؟ الجوب بوردز، السوشيال ميديا، ممكن نستخدم employee referrals. ما عارفة إذا الحاجة دي معروفة بالنسبة لكل الناس. quick introduction على employee referrals، اللي هو إنه إحنا بنطلب من موظفيننا يا جماعة رشحوا لنا ناس. الناس اللي بيتم ترشيحهم من قبل الموظفين اللي بياخدوا الجوب وبيكون البرفورمانس بتاعهم كويس، الامبلوي بياخد عليها monetary award، بياخد قروش على الحاجة دي. professional networks، CIPD مثلا، الشهادة اللي أنا عملتها دي عندهم بورتال كده بينشروا فيه الوظائف، فبيكون مثلا التارجت بتاع الناس اللي ماخدين اوريدي الشهاده دي. building relationships with universities and professional organizations، الحاجه دي تخليه مفيده شديد، بتكون في الجوبس اللي احنا ممكن نكون عايزين فيها entry levels. بتدعم الكارير فيرز، لو بتتذكروا اوروما كان في السودان، كانت بتعمل كارير فيرز جميله جدا يعني، احنا كنا راعين الحاجه دي for the first couple of years. وكان بدينا فيها سي فيز ممتاز، وكنا بنعين منهم، ما بنعين ناس كثير لكن كنا بنعين منهم. بالعكس كان اول سورس احنا بنرجع له. فهسه انت عندك الماركتنج مانجر، السورس بتاعك اللي حيجيب لك احسن كانديديت ممكن يكون شنو في الاعداد دي؟ الجوب بورز ولا السوشيال ميديا ولا البروفيشنال نتوركس ولا اليونيفرسيتيز؟ تفكر في الحاجة دي برضه. الانترفيو اند سيلكشن، ديفلوب ستراكشرد انترفيو بروسيس وستاندردايز كويشنز. الحاجة دي بجد بتعمل الفرق في الانترفيوز من شركة للتانية، انه انت بتلقى يعني للأمانة يعني انا I've been through it، ومتأكدة انه في ناس كتير مرت بالحاجة دي، تمشي لشركات وتلقى انه ال HR حتى ما شاف السي في بتاعك، يا دوب بشوف فيه في الانترفيو، بيختلق في الأسئلة يا دوب بفكر انه ده بيسألك شنو. تلقى مثلا ال HR مثلا يكون زول واحد صح؟ والقرار بمن عليه تاني، وعنده تحيزات آلاف في الجو يعني، كل راجل عايز راجل برضو، أو يكون عايز بيت مثلا only for the job أو whatever، عايز زول كبير ولا عايز زول صغير. ف يعني اخلق الأسئلة عشان إنه تخلي الزول ده إنه ياخد الجوب. فمهم شديد يا جماعة إنه يكون عندنا questions جاهزة already محددة، competency based، نختار techniques مختلفة. ما شاء الله ذكرتوا خيارات كتيرة، behavioral, situational, competency based. أغلبية الشركات حاليا تخطط المرحلة بتاعت، وريني عايز تبقى شنو بعد 5 سنين، ولا
يعني الأسئلة الروتينية اللي بيجي أي زول عارف إجابتها شنو. الأسسمنت تولز يعني علم حاليا في يعني يا ريت يا جماعة جوجلت يعني after the session في أوكي راح فايحة أشوف ال question ده بعدين. شكرا. فكنت بتكلم على الـ على الأسسمنت تولز حاليا. في حاجة اسمها SHL، في حاجة اسمها Predictive Index. كل واحد فيهم دي شركات قائمة بذاتها بتعمل الـ questionnaires أو الأسسمنتس بتاعتها بيس على الـ values بتاعتك أنت كشركة. أنت كشركة عايز زول يكون القيم بتاعته عاملة كيف؟ 1 2 3 تمام؟ بيقوم بيعملوا أسسمنت questionnaire بناء على الحاجة دي، وبيقيموا لك الزول ده هو لأي درجة فيت القيم بتاعتك أنت كشركة. فيه حاجات تكنيكال برضه، فيه حاجة سيميلر للآي كيو تيست، ف this you can always use it، وصراحة مفيدة شديد في المانجيريال رولز. بتقيس لك الليدرشيب سكيلز كويس جدا، فالحاجة دي مفيدة خالص يعني في الليدرشيب بوزيشنز يعني I would definitely recommend it. في حتة مهمة شديد لازم نتكلم عنها يا جماعة، اللي هي بيحصل شنو بعد الانترفيو، بيحصل شنو بعد السلكشن. obviously انه انا هتكلم عن الانبوردينج، لكن قبل ما نقفل الحتة بتاعت السلكشن، لما نحن نختار موظفنا ده او الكانديد بتاعنا ده انه نحن اخترناك، بيحصل شنو؟ الخطوة اللي دائما بتضيع من ال HR process انه يرجعوا لبقية الموظفين ويختاروهم انه ما تم اختياركم، وكل واحد له الحق انه يسأل نحن انا ما اختاروني ليه، وله الحق انه يعرف الجواب، ومفروض انه الجواب يكون حقيقي. انت فعلا انت ك اتش ار ليه اخترت الموظف ده من غير الكانديديت ده من غير ده. فالحاجه دي it's one of the ethical things ال اتش ار يعني صراحه كتير بيغلطوا فيها، انه ما بيرجعوا للموظفين، ما بيرجعوا لبقيه الكانديديتس بالروم انه ما تم اختياركم. الحاجة دي بتخلق سمعة سيئة جدا للشركة، وبتعمل إحباط كبير شديد لكل الكانديديت، بيبقى حاسس إنه هو سواء قدم مثلا في البروسيس أو ما قدم، ما ليها أي نتيجة الحاجة دي. فدي نقطة مهمة شديد يا جماعة، يعني بليز إذا فيكم ناس حاليا شغالين اتش ار أو حيبقوا اتش ار، always pay attention وخد نفسك لمحل الكانديديتس التانيين ووديهم حق إنه يعرفوا الجواب، ما تخلي الناس معلقة. الاونبوردينج اللي هو قلنا شنو، انك تخلي الموظف ده يكون يفهم البروسيس بتاعتك كيف في الشركه، طبيعه العمل في الشركه دي شنو، متوقع منه البرفورمانس، السيستمز بتاعت الشركه شنو، الكالتشر بتاعت الشركه شنو، حاجه اسمها كود اوف كونداكت اللي هي البيهيفيرز او السلوكيات المتوقعه منك انت كموظف شكل عام كيف، واكسبكتيشنز توقعات معينه بالضبط عن والريسورسز المتاحه لنا عشان هو يؤدي شغله ده بأحسن طريقة ممكنة. assign mentors or buddies، دي كان واحد من البروجرامز اللي كان عجبتني شديد زمان لما عملناها، اللي هي البادي بروجرام. انت لما تزول جاي جديد في الشركة، يعني انا كلنا بنتذكر اول يوم لنا في الشغل، يعني يكون يوم رهيب، يعني تكون متوتر، بتكون كده لسه يعني ما مرتاح لسه للمكان. ف واحدة من البروسيس بتاعت الأونبوردينج إن هم يدوك حاجة اسمها بودي، تكون زول لطيف، زول قديم في الشركة، عارف المداخل والمخارج، بتقدر تسأل الأسئلة البسيطة بتاعت إنه الناس بتاكل وين، محل الحمامات دي وين، الدوام ده بيخلص كم، شكل العلاقات كيف، شكل عامل كيف، التبس التريكس اللي ممكن يديك ليها، التفاصيل اللي أنت ممكن تكون ما قادر تسألها في أونبوردينج سيشن رسمية مع الشركة. فالزول اللي بيكون قريب ليك أول أيام بيقدر يساعدك في البروسيس بتاعت انك تندمج في الشركه، تعرفك على الناس، تعرفك على مديرك، على زملائك، على ناس الاتش ار التانيين، على بقيه الفانكشنز اللي انت بتتعامل معاهم. الحاجه دي بتساعد جدا. ف this is the best practices يا جماعه بتاعت الريكروتمنت. very well done كلكم على الحاجات اللي انتوا كتبتوها، قضيتوا جزء كبير جدا منها. خلونا دايما نذكر بقيه الحاجات لما نكون عندنا لايف كيس بجد على زون احنا عايزين نعين، ننتبه للتحيزات الانحيازات بتاعتنا، نستخدم حاجات محددة، نقيم بطريقة طريقة محددة مسبقا، ودائما have a second opinion
الانترفيو بروسيس نورمالي بتكون اتش ار، بعد ذاك فانكشنال انترفيو ليتس سي. في حاله المانجر ده ممكن يكون مثلا حاجه كمان مع التوب، مع التوب مانجمنت. فدايما انا بفضل كنت انه يكون معايا زول ثاني في الانترفيو just to make sure انه انا I was fair to the person، كنت عادله. تمام، let's move on. في اي سؤال في الحته دي؟ أنا لأنه حاسة إنه إحنا سرحنا من الزمن، فكان عندي كيس ستادي تاني، هنشوف لو الزمن كفانا لقدام هنعملها ولا لا. هم 3 كيس ستاديز، التانية فور شور هنعملها لأنه عجباني شديد، فنشوف بعد كده الزمن هيكفي للثالثة ولا لا. assessment ال best practices بتاعت ال learning and development. نبدأ بال assessment بتاع ال training needs يا جماعة. conduct regular skills assessment عشان تعرف ال knowledge gaps، زي ما قلنا في الأول إنه دايما بيكون ما دايما ال skills ال بقت محتاجة حسب العالم موجودة عندك. حتى لو كان الموظفين ده اللي انت جبتهم بال right skills في الوقت ذاك، ممكن هسه يبقى عندهم gap في ال skills عشان هم يقدروا يشتغلوا شغلهم. حاليا مثلا في ال HR، واحدة من ال skills gap الكبيرة ال knowledge gap كمان اللي هي ال people analytics. يعني الحاجة دي بقت زي سمعة كده لل HR إن هم سيئين في التعامل مع الأرقام. of course except الناس ال compensation benefits، لكن بقيت ال HR إن هم ناس ما بيعرفوا يتعاملوا مع الأرقام كويس، معرفتهم بالأرقام ضعيفة. الفكرة بتاعت ال right brain and the left brain، إن هم they're more right brain، فما بيعرفوا يتعاملوا مع ال people analytics، واللي هي واحدة من الحاجات اللي هسه حاليا مهمة جدا وبتعمل فارق كبير جدا في الشغل. في قصة يعني لو فضل الوقت هحكي عليكم في الآخر. أجمع الفيدباك، أتكلم مع الموظفين ومع مدرائهم عشان تقدر تحدد الـ training priorities بتاعتك شنو. شنو مهم إنك تديهم فيه training، ما تألف من راسك إنه تعالوا الليلة يا جماعة نعمل training في الأجايل مثلا. دي واحدة لسه برضه طالعة عندنا في الشركة، وأذرز يعني حاجات تانية كتير شنو نحن محتاجين ليها. حدد البرايورتيز بتاعتك، الفوكس شنو، البيزنس محتاج لشنو. again we're business partners، نحن business partners، البيزنس محتاج لشنو. تكلم مع الموظفين وتكلم مع المانجرز، they know better. develop التريننج بروجرام، ادي مختلف السورسز. حاليا بقت التريننجز ما زي زمان، ما workshop زول بيتكلم بيعمل presentation زي ما انا حاليا بعمل، بقى في حاجات كتير شديد مختلفة. At least now we're using different technologies، لكن بيجي في حاجة اسمها game learning. وروني اللي ما في الشات لو زول سمع بالحاجة دي، game learning gamification اللي هو التعلم عن طريق اللعب. الشركات بيجت بتعمل ألعاب مخصوص لأن في تتعلم بيها skills. I tried الحاجة دي، والحاجة دي it's addictive، يعني حاجة جميلة جدا، ما بتحس إنك يعني قاعد لك كده في كورس ومضبوط، لا بتحس إنك you're having fun وانت في نفس الوقت بتتعلم وبتتطور. اونلاين كورسز، سيمينارز، سيرتيفيكيشنز، الكستمايز التريننج للديفرنت ليرنينج ستايلز، اللي هو زي ما هسه قلنا في ناس تتعلم بالتعلم، في ناس تتعلم بالسماع، في ناس تتعلم بالكتابه. وفر مختلف الحاجات، وملكم المسؤوليه بتاعت التعلم. again نحن ال HR طلع من الفكرة بتاعت إنه أنا اللي هدرب الموظفين. learning is your responsibility as an employee، أنت كموظف التعلم بتاعك وتطورك مسؤوليتك أنت قبل ما يبقى مسؤولية ال HR. فأنا بوفر لك، أنا ك HR بوفر لك كل ال sources الممكن أنت تتعلم بيها، لكن أنت you have to take the initiative وتتعلم، ما تستنى حد والله يقول لك اللي نزلناك نزلنا تريننج في حتة. evaluate the training effectiveness، دايما اخذ الفيدباك من الموظفين، من الناس اللي بتاخد، لانه انت حتى ال resources اللي انت قدمتها دي هل هي مناسبة، هل هي مفيدة، هل هي مؤدي للغرض، ولا في حاجة تانية ممكن تكون احسن، او في حاجة محددة ممكن تصلح. اسمع الفيدباك وغير. جزء من ال agile learning هسه برضو انك تشتغل، ما عايزة تشفت الكونفرسيشن على أجايل، لكن دي بس نقطة بسيطة، إنه ما تستنى، ما تعمل البروجكت دي تشتغل لك بروجكت كبير بتاع ليرنينج وتستنى لحد آخر البروجكت بعد ما أنت تنفذه وتخدت شهور فيه وأبروفلز وبادجت وقصص.
بعد ذاك يبقى التريننج ما أدى الغرض، ما مفيد، الناس ما عجبها. اشتغل على مراحل بسيطة، أخذ الفيدباك في كل مرحلة، واصل وعدل واصل كذا، ما تشتغل على مرحلة كبيرة بيج جامب، بعد ذاك ممكن تطلع الفيدباك ما زي ما أنت متخيل. ف that's what we have about learning and development. performance management، ودي الحتة اللي أنا عندي فيها ال case study، لكن yeah I am not sure about the time honestly. شنو يا جماعة المهم بالنسبة لي لما نكون عايزين نحدد ال performance management؟ خد smart. I think كلنا يا جماعة عارفين ال smart objective ده، صح؟ فلقونا بيه أيام الجامعة. ال smart objective ده حاجة very fair ليك أنت كموظف وليك أنت كشركة. ال goals بتاعتك أنت كموظف تتأكد إنها ما تكون مفصولة من ال organizational goals. ال performance system حاليا هسه اللي بتتبع الشركات الكبيرة في ال HR بيكون شكلها عامل كالآتي. تمام يا رافي، أنا عايزين ال case study دي. أوكي let's see. ايوه الجود سيستم بتاعت ال HR الحاليين المتبعين للشركات الكبيره بيكون up from up to down. السيستم اوريدي بيجيب لك، again انا هتكلم على success factors، واحده من افضل السيستم بتاعت ال HR. السيستم بيكون اوريدي جايب لك، مثلا انا ك region HR manager بيكون جايب لي الجولز بتاعت مديرتي اللي هي اوريدي ماخداها من الجولز بتاعت مديرتها مديرتها وهكذا، بتنزل لي انا جزء جزء جزء، فكل زول بيبقى جزء من المنظومة الكبيرة. انت كتشعر لازم تلعب دور ال to cascade ال objectives from up to down. ما يعني الحاجة دي لازم تكون محددة من الأول. أنا لازم أكون عارف أنا كموظف أنا جايبني أعمل شنو بالضبط، أنا شنو المتوقع مني، لأنه بتجيب إحنا بدي نتكلم عنها بتحصل المشاكل اللي جماعة لي قدام، فلازم الحاجة دي تكون محددة. يعني regular performance reviews لازم يكون في frequent check-ins، وفي annual performance appraisals. أغلبية الشركات الكبيرة برضو رابطة ال performance appraisals بال monetary assessment، يعني مثلا الزيادة السنوية بتاعتك مرتبطة بأدائك الوظيفي خلال السنة، ما حاجات منفصلة. بصراحة أنا من الناس المؤيدة للحاجة دي، يعني أكيد عندها pros and cons، لكن الحاجة دي مفيدة. fair أنا شايفاها. يعني لو عندكم رأي تاني برضو وروني. encourage self assessment and peer feedback، دي برضو واحدة من الترندز يعني مع بتاعة الاتش ار، والحاجة دي بجد مهمة وبتخلق فريق عجيب. في واحدة من التولز اللي هسه احنا برضو بديناها في success factor، انه المانجمنت التوب مانجمنت، اتكلم عن الليدرشيب مانجمنت، جزء من التقييم بتاعهم الفيدباك بتاعت الناس اللي تحتهم. يعني انت الليله مثلا كونك حتاخد مثلا ميت اكسبكتيشن، دي الريتس اللي احنا بنستخدمها، ميت اكسبكتيشن او اكسيد اكسبكتيشن، عندها علاقه بانه تقييم الناس بتحتك ليه بتحتك ليك عامل كيف، والبيرس اوف كورس از ويل. سمعتوا بال 360 فيدباك، 360 ريتر، اكتبوا لي في الشات لحد ما تردوا، انا هرجع اتكلم عنه تاني. تمام. فكل الكلام اللي تحت يا جماعة بيتكلم لنا عن الفيدباك. نو no, اوكي okay. 360 فيدباك ده يا جماعة هي تول مستخدمة بتطلب الفيدباك في سيركل، بتطلب من مديرك، تطلب من البيرز الناس اللي معاك في نفس المستوى، بتطلب من الناس اللي تحتك، بتطلب من الناس الاكسترنال او اي زول تاني انت بتتعامل معاهم. الفيدباك دي بتاعتهم كده كولكتيف كده كلهم مع بعض، بتقوم تديك ريت معين، بتديك ريت معين بتقيم بيه نفسك في حاجات محددة. يعني مثلا ممكن تكون leadership، ممكن تكون communication، ممكن تكون مختلف الحاجات اللي انت بتحددها مسبقا. يعني في tools كتيرة ليها الحاجة دي. normal هي بتكون يعني حاجة internal، حاجة مستخدمة internal في الشركة، لكن يعني في حاجات قائمة بذاتها، يعني ممكن تكون انت كفرد داير الفيدباك من الناس اللي حوالينك، وبتكون طبعا فيدباك يعني مش عشوائية لكن سرية. يعني انت مثلا انت ما بتكون عارف انه انا قيمتك كذا ولا كذا، انت بديك بس في الاخر كولكتيف فيدباك من الراي بتاع كل الناس دي عليك انت شكله عامل كيف.
فبتديك very good view عن انه انت الناس شايفينك كيف. اول حاجه ممكن تكون حاجه مختلفه تماما عن الطريقه اللي انت شايف بيها نفسك. الناس شايفينك كيف، الحياه اللي انت المفروض تصلحها، شنو الحياه المفروض تواصل في انك تعملها، اللي هي النقاط بتاعت القوه حقتك. فالحياه دي very helpful، بالذات افتكر للمانجمنت، الناس اللي عندهم اتيام تحتهم مهم جدا يعرفوا راي الناس اللي عندهم شنو. انت ك HR لازم تقدر تبروموت الحياه، تقدر يعني ما ألقى الكلمة المناسبة، لكن يعني هو you have to promote it في الشركة و to enforce it sometimes. يعني برضو لازم أحيانا تجبر عليها في الحالات بتاعت مثلا مثلا زول reported مثلا behavior معين على زول، أو موظف مديره قرر انه يفصله من غير ما انت تكون عايز، من غير ما انت تكون مقتنع بالاسباب بتاعة الفصل دي، بتعمل 360 فيدباك عشان تعرف راي الناس التانيين عنهم، بغض النظر عن راي المدير فقط. مهم راي البيرز، مهم راي الناس اللي تحته، مهم راي الاكسترنال سبورت والعزول بيتعامل مع ناس برا. recognition and awards، تمام. both monetary and non-monetary. الحاجة دي لكن يا جماعة هي ممكن تكون يعني مثالية نوعا ما. انت اذا ما عندك سالاريز كافية، ما في قروش ممكن تكون معتبرة كريكوجنيشن، ستيل الناس حتكون ما شايفاها كحاجة اضافية، لان انت السالاريز بتاعتك تعبانة. انت لازم يكون عندك بيس كويس عشان تقدر انك تحفز الناس بطريقه بتاع بقروش، let's say بقروش. في مونيتري and في نون مونيتري. انت لما مثلا تيجي تقول لزول والله الليله، يعني يا جماعه ده مثال حالم شويه، لكن لما تقول لزول والله الليله عندك اشتراك بتاع، اديتك اشتراك بتاع جيم مثلا، دي لان انا نفسي فيه، عندك اديناك اشتراك بتاع جيم كويس، لكن في الصدر حقك يا الله يا الله حكايتك، على الله حكايتك يا قبل نصين. فكيف الحاجة دي حتكون ما حتحفزني، يعني حاجة حتكون out of context تماما، فما محفزة خالص. فأنت لازم تكون reasonable وتدي حاجات مناسبة، حاجات fair عادلة، يكون عندك base كويس. ال special achievement award اللي حكيت لكم بيها قبل دي، نحن مسمينها كده يعني، فدي طبعا عندها أسامي مختلفة يعني من شركة للتانية. لما تعمل حاجة فوق المتوقع منك من ناحية بتاعة performance، أو أنا أوريكم البنات دي اللي معنا، لازم أحكي لكم القصة. البنات دي اللي كان أخذوا special achievement award، وإن شاء الله يكونوا هسه في الكول ده وسامعين، أيام المظاهرات، أيام المظاهرات، أيوة. كان المصنع يعني الوضع كان بقى صعب شديد، الناس بقت ما بتجي of course، يا هو بالوضع الأمني الحاصل. يعني البنات دي كان مثلا الشفت لازم يكون فيها كهربجي، يعني ما الشفت كان نوت رن الا يكون فيها كهربجي. البنات ديل كان ايام المظاهرات، وطبعا التراحيل بتجي، التراحيل بتجيهم شنو، لكن الناس يعني خلاص بقت يعني خايفه ومتوتره وكده، فالناس ما كانت بتجي المصنع. البنات ديل كان بيجوا out of everyone، كان بيجوا فينا طبعا اكيد يعني ناس كثيره كانت بتجي، لكن البنات ديل كان بيجوا في وضع صعب جدا، وكان they run the operation بتاعت المصنع. الحاجة دي كانت عملت كتحفيز ليهم of course، بالإضافة لأسباب تانية يعني، لكن كانت جزء من التحفيز، لأنهم البنات دي أصروا إنه يعني يجيفوا في المصنع في وقت كان حر جدا يعني. فالحياة زي دي مومنتس مهمة جدا في حياة الموظف، إذا مريت عليها مرور الكرام أنت بتفقد ولاء كبير جدا من الموظف القاعد عندك ده، ما حيديك زي ما كان بيديك. ف you have to recognize it، لازم تقول شكرا بطريقة أو بأخرى، بالطريقة الممكن فعلا تحفز الموظف. وفي وضعنا في السودان الـ monetary rewards let's be honest one of the most important، أكثر من الـ non-monetary rewards. كان حاولنا كتير ونحمل non monetary rewards، ما قروش، حاجات تانية، لكن ما كانت بتاخد نفس الأهمية، وكان بيكون عندها نفس الـ impact بتاع الـ monetary rewards، again بسبب الظروف اللي كان فيها السودان. أي سؤال في الحتة دي؟ تمام، خلونا نواصل. اوكي، دي الكيس ستدي.
دي في كيس استدي يا جماعة. أنا هحاول أطبق الديمقراطية. إحنا عندنا زمن ولسه باقي نسيه والله يا أخي، باقي كتير، باقي لك 10 other slides، باقي 10 سلايدات تانية، وفي كيس استدي تانية. رأيكم شنو؟ أنا أوريكم الكيس استدي اللي أنا عايزة أعملهم الاثنين، واختاروا أعمل لكم يعني واحدة فيها ولا نعملهم الاثنين. Let's be democratic. طيب دي الأولى، هديكم like 2 minutes تقروها. صوت الكلاب اللي في الباك جراوند يا جماعة باين. تمام، قرينا الكيس ستدي يا جماعة، خلاص نشوف الثانية. وروني بس. اوكي لو صح، معلش انا ما انتبهت للنقطة دي، حابين ترجمة؟ أحس إن حد الجيم أوريدي على أي حال. أحمد هو مدير بتاع بروجكتس في الشركة بتاعة السودان انترناشونال كومباني، كان مع الشركة دي لفترة بتاعة 3 سنين. في الماضي كان الزول دايما يعني ميت أو exceed expectation، يعني أداؤه فوق التوقعات أو كان ماسك بروجكتس مختلفة. لكن في آخر 6 شهور دي أحمد البرفورمانس بتاعه بقى ماشي متدهور، فوت كذا ديدلاين، البلان بتاعه بقى بتاع البروجكتس بقى ضعيف، وأخذ كذا فيدباك من التيم ومن العملاء اللي بيشتغل معاهم نيجاتيف، يعني فيدباك سلبية. تمام، الحالة دي بقت مؤثرة على التيم اللي هو معاهم. مديرته سارة بقت يعني كونسرنت، فتكلمت مع ناس الـ HR إنه يا إخواننا الزول ده شوف الحاصل شنو. سار شايف انه احمد ده زول كويس لكنه محتاج سبورت عشان هو يرجع في الخط. تمام، التاسك شنو المفروض نعمله؟ الاتش ار ديبارتمنت ده مفترض انه يشتغل مع مديرته سارة عشان ياخد بلان عشان يقدر يتعامل مع البرفورمانس الضعيف بيجي بتاع احمد، المشكلة بتاعت الاداء بتاع احمد، يفهم الاسباب المؤدية للحاجة دي، يدعم أحمد ويقدر يساعده في إنه هو يحسن البرفورمانس بتاعه ويحافظ على البيئة بتاعة العمل بتاعة الشركة. شنو الخطوات المفترض تدعمه؟ دي الكيس ستدي الأولى. ممكن بعدين نمشي للثانية. وروني تمام، دي الثانية يا جماعة. ريتنشن، الشركة بتاعت ABC هي شركة صناعية عندها 200 موظف. تمام، الشركة دي في الفترة الأخيرة بيجي عندها مشكلة بتاعت تيرن اوفر، مشكلة بتاعت إن الموظفين بيمشوا منها، 20% من موظفينها في السنة استقالوا تحديدا من الناس بتاعين المصنع. في الحادة دي الـ20% دي أعلى من المتوسط بتاع التيرن اوفر بتاع الصناعة بتاعتهم بـ10%، يعني المتوسط 10% لكن الشركة دي التيرن اوفر بتاعها بيجي 20%.
فلما عملوا دراسة، عملوا أناليسيس للإكزيت انترفيوز اللي هي دي الحاجة اللي بنعملها من الموظف يجي يستقيل أو يجي يمشي على أي حال، وقالوا لهم إنه السبب الرئيسي المشكلة السالاريز المرتبات، ده السبب الرئيسي في إن إحنا عايزين إنه قاعدين نمشي. فالـ HR مفترض إنه يعمل بلان عشان يحدد الإيشوز شنو ويقدر يصلح إنه يقدر يحافظ على الموظفين. فمفترض التاسك إنه نحن نحدد الأسباب الرئيسية شنو للتيرن أوفر ده، نقترح حلول ونعمل ريتنشن استراتيجي. ريتنشن استراتيجي يعني خطة عشان نقدر نحافظ على الموظفين اللي عندنا. فديل يا جماعة التو كيس ستاديز، تمام؟ يلا بعد ده let's vote. دايرين يا واحدة فيهم؟ لو دايرينهم الاثنين اكتبوا 1 and 2، لو دايرين 1 اكتبوا دي، اكتبوا دي، لو دايرين 2 اكتبوا دي، سوري لو دايرين دي اكتبوا 2، لو دايرين الاثنين اكتبوا 1 and 2. اوكي يلا let's give it a minute a minute. وين يا جماعة بقية الناس؟ Okay, I think إنه عندنا أغلبية بتاعت ones. Let's do it like this. اللي هي دي يا جماعة، دي one. كلكم عايزين دي صح؟ أو أغلبيتكم. Okay, let's go ahead. خلينا نكسب الوقت. طيب هنعمل تاني الحركة بتاعت ال breakout rooms دي. انا ما عارفه يا جماعه صراحه لما تمشوا بريك اوت رومز بيكون لسه البرزنتيشن شغال ولا لا، جست ان كيس اخدوا سكرين شوت عشان تقدروا تشوفوا الكلام كان شنو. لو محتاجين انه انا اعيد القصه ثاني let me know. لو محتاجين اي مساعده اثناء البريك اوت رومز let me know as well. عندنا هديكم 10 minutes as well. موافقين؟ اتفقنا؟ يلا تمام. علي I think I need your help. تمام. wait لو في minutes. طريقة إنه نعمل ال breakout rooms تكون ثواني ثواني لو الله automatically ثواني علي ثواني بس خلينا نغير السيتنج. هديكم 10 minutes و نفهم ال time is up. يلا طوالي هعمل خلاص. I think I did it يعني شكرا ضبطت وديتهم automatically.
اوكي، افتكر ان كلنا رجعنا كده زي ما عملنا قبل. Let's start by group 1. اها، عملت شنو؟ رايكم شنو في الموضوع ده؟ السلام عليكم. احلين. أنا أمنية، إحنا أنا هقدم رومان. تمام يا أمنية. كويس. قلنا كخطوة أولى يعني نساعد في أحمد ده. To gather information، يعني أول يعني as HR برانا نحاول نجمع يعني معلومات، سواء كانت من المانجر حقته يعني مثلا يعني performance يعني حياته الأخيرة، وبرضه نجمع فيدباك من الكوليجز اللي حوالينه عشان نحاول نفهم إذا في حاجة، في مشكلة عندها علاقة بالإنفايرمنت أو عنده مشكلة مع واحد مثلا، يعني الحياة اللي بيقدروا هما أو حاجة لاحظوها يعني، عشان إحنا مثلا يكون عندنا باك جراوند عنه في الشغل وفي يعني علاقته مع الناس. بعد شوية يكون عندنا ميتينج مع أحمد، يعني نجتمع معاه وكده، وهو نتكلم معاه، وإذا مثلا عنده مشكلة نحاول نفهم نسأله، مثلا نبدأ له الكلام مثلا يعني مثلا بالذات اللي جمعناها من المانجر حقته، إذا مثلا كان عنده البرفورمانس حقه مثلا، قلنا هو يعني ما يعني نازل أو كده، مثلا نقول له والله مثلا الفترة الفلانية كان عنده كده كده، بس هو حيبرر يعني. وتاني نسأله إذا عنده مشكلة سواء كانت بيرسونال مثلا أو مثلا الشغل اللي انطلب منه ده هو محتاج فيه تدريب، ما كان قادر انه مثلا يشتغله، يعني حاجه عندها علاقه بالسكيلز حقته، او اذا هو محتاج مثلا مساعده، او اذا مثلا جوب ديساتسفاكشن يعني ما مرتاح يعني في الوظيفه، سواء كان من ناحيه سالري او من يعني اي ناحيه تانية، ما موتيفيتد كذا. ممتاز. بعد كده هو تيك الاكشن، يعني مثلا نحط البلان مثلا بعد الميتنج او بعد الداتا اللي جمعناها دي، مثلا نقدر نعرف المين يعني الروت كوز مثلا ورا الحاجة دي. احنا اكيد مثلا بعد الميتنج بيكون طلعنا بحاجة بكونكلوجن يعني او بحاجة، بس بعد كده نشوف هل الحاجة دي مثلا اذا محتاج تريننج والله نشوف نوفر له مثلا تريننج، اذا مثلا محتاج زيادة سالري الحاجة دي مثلا بناقشوها او بناقشها احنا از اتش ار، يعني اذا حاجة يعني بيقدروا انهم بروفايد هيلب او كده. بس ممتاز وفي ممتاز الأخير تفضل. واحنا الثاني الزمن شوية. يا وبعد اتس كده اوكي. أظن بعد ما مثلا نبدأ نحط الأكشن مثلا حسب المشكلة بتاعته، نيجي نعمل evaluation نشوف هل الأكشن اللي احنا الحاجة أخذناه دي صلحت. عملت اتصلحت ولا لأ كده، follow up يعني الحياة دي. ممتاز ممتاز. Very well done. شكرا. Very good, very good. شكرا يا أمنية. ألف شكر. شكرا. ممتاز. Okay, room 2. أهلين، السلام عليكم. أهلين لارا. أوكي، إحنا أول حاجة نبدأ مثلا نعمل performance evaluation، نعمل review لل performance حقه، نشوف ال يعني ال specific يعني مشاكل اللي حصلت، مثلا ال deadlines اللي بعدته، ال negative feedback من ال customers وال من ال employees اللي معاهم، فيدباك من التيم ممبرز ياهم ومن الكاستو، نشوف ال perspective حقهم، ال concerns حقتهم شنو، نحاول نعمل define لل causes اللي خلت أحد يصل حالة. مثلا إحنا مبتداتي إحنا نقول لا، نقول نشوف مثلا هل كان في skill gaps، واضح انه هي سكيل جاب لانه زول يعني اوريدي كان الاداء حقه خطير ورهيب وكذا. نشوف ممكن يكون حصل له برين اوت، المهم يعني نشوف السبب اللي وصلوا للمرحله دي. بعد ما نعرف كل الحاجات دي مثلا نقوم نعمل سبورت بلان، نوريه يعني اللي حصل شنو، راي الناس دي كده، الحياة اللي احنا لقيناها، الحياة اللي ممكن انت تعمل فيها improvement، يعني ما بس نديه انت تركتها، لا انت مثلا سويت كده وممكن نعمل كده، الحاجة دي اللي انت عملت ادت لكده فاحنا ممكن نحلها بكده. المهم يعني
ما ننتقده بس، يعني ننتقده ونديه حلول برضه. لا رغيت الصوت قطع فجت الصوت ألو، قطع أنتوا شوية سامعيني؟ لارا، الصوت كان بيقطع شوية لارا، لكن I think إنه أنا I got آخر كلام أنت قلتيه، اللي هو إنكم ما تنتقدوه لكن تدوه ايوه فيدباك نعمل على سبورت في السبورت بلان. في السبورت بلان. تاني أوكي ممكن نعمل مثلا جول سيتنج، يعني نبدا له بيبي ستيبس، انه نحط اهداف معينه يبدا يحققها وكذا لحد ما يرجع للتراك. تاني مثلا نقدم له تريننج وديفلوبمنت، مثلا حاجات تساعده كذا تو امبروف مثلا السكيلز حقته والنولج ارياز اللي احنا لقيناها في الايفالويشن اللي عملناه، او لما شفنا مشكلته شنو يعني، ونعمل له كوتشنج وما نخليه يعني، يعني guidance support encouragement، المهم نديه أي حاجة ممكن نقدر نقدمها له، ونساعد إنه نحقق له positive environment مثلا في ممتاز. الشغل، يعني حتى لو من ناحية مثلا تكون فيها empathy، فيها supportive attitude مثلا، يعني المهم نوريه إحنا دايرين إنك تنجح كيورد وحبيت كذا تشجعه. وبرضو يعني حاجة مهمة شديد إنه نعمل open communication، يعني نخلي أحمد يكون مرتاح إنه يورينا المشاكل حقته، التشالنجز اللي هو حاسبها اللي حاسبها كمان أثرت على performance حقه، المهم نخليه يو open up يعني كده ويحكي لنا يورينا المشكلة شنو عشان إحنا نساعده فيها in specific لو هو ورانا لها هي بالضبط شنو. نعمل برضو recognition للبروجرس اللي هو عمله، يعني أي حاجة هو بعد ده يعملها إحنا نوريه إنه الحاجة دي مقدرة، الحاجة دي valuable، الحاجة دي رهيبة مثلا وكده، يعني نشجعه مثلا نعمل ليه ونساعده إنه يكون عنده مثلا work life balance، يعني هو بال encouragement وال support اللي قلنا أصلا حنقدمها له، فبالتالي حتكون عنده healthy work life عشان يعني نساعده كده. تاني شيء بعد كل حاجة قدمنا له دي نعمل مونيتورينج، يعني نكون نراقبه ونشوف الأها هل حصل شنو، البيرفورمانس اتعدل ما تعدل، وبرضه نكون فلكسيبل معاه من ناحية الريسبونسبيلتيز حقته وكده، عشان نساعده انه تو ريجين الكونفيدنس حقته والإفكتيفنس اللي كان شغال بيها. وبس يعني ده اللي احنا لارا فكرنا فيه، بتعرفي يعني شنو بيرن اوت؟ يعني مثلا الزول بس المرحلة بيكون يعني مضغوط شديد، اشتغل شديد، قدم أحسن ما عنده، فجأة حاس يروح ما قاعد يقدم مثلا anymore مثلا حاجة أحسن من كده، فبيحصل إنه مثلا بيبدأ يشك في القدرات حقته، فبالتالي بيضعف، فبالتالي مثلا بيلوز الباشن مثلا، فبالتالي ما بيقدر يقدم أحسن ولا حتى يقدم نفس الحاجة هو كان بيقدمها، إذا حاس يروح وصل مرحلة ما قادر يقدم أحسن من كده أفضل من كده. وبالنسبة للناس اللي بيكونوا بي شغوفين بشغلهم ديل، يعني مرات الحاجة دي إنه لما نحس روح ما قادرين يقدموا زيادة، فممكن يحس روحهم يعني they're not enough وكده يعني. اوكي تمام، انا حاعلق على النقطه بتاعت البيرن اوت دي later on بعد ما نسمع بقيه الاراء. very well done يا لارا، صراحه very good job، شكرا، يعطيك thank العافية. you so much. Thank you. طيب Room 3. ما في زول من روم 3. السلام عليكم. أهلين تسنيم. انا من روم 3 لكن للاسف انا ما كنت حاضر الديسكشن بتاعهم بالنسبه للشبكه، لكن يعني I can give you my own point بالنسبه للحاجه دي. طيب أوكي بالنسبه للكلام المكتوب لاحمد، هو اوريدي كان شغال 3 سنين، هو
فهو already عنده معرفة كافية جدا بأنه what is going wrong with him. okay فبالنسبة لسارة، بالنسبة لل HR، هم المفروض يمشوا يقول لي يا أحمد حاضر حاضر عاين حاضر، هو already عارف. هم المفروض يقعدوا معاه as friends as support، ويقعدوا يشوفوا يسألوه باختصار يا أحمد حاصل معاك شنو غلط، عشان هو عارف بنفسه، هو عارف في شنو حاصل غلط، وبنفس الوقت هو قادر جدا انه هو يطلع بسولوشنز للبروبلمز اللي هو واقع فيها دي. فهو المفروض just approach him as friends as a support، وانه يعني to show him انه هم ready خالص، وانه to support him to any extent، لان هم already have seen his accomplishment over the last 3 years. فهم شنو؟ هيقعدوا معاه ببساطة، هيضطروا انه to befriend him انه حاصل شنو، يطلعوا ذاته حتى الأسئلة اللي هو المفروض يسألها له تكون يعني أسئلة تقدر تساعده في انه هو براه يقدر يستنبط الاجابات بتاعت الوضع اللي هو فوقه ده. يعني زي ما الزول اللي قبليه انه غالبا الحاجه اللي مر بها احمد دي غالبا هتكون بيرن اوت، او في نفس الوقت يمكن يكون حاصل لهم حاجه in his personal life. فنحن ستيل الشركات في العالم الاول يعني غالبا are able to يعني to provide psychological support لذول، حتى لو كانت حاصلة لهم مشكلة ما بس بسبب الضغط بتاع الشغل أو الستريس أو burn out أو حاجة بالشكل ده، حتى لو حاصلة له حاجة مثلا من his personal life. هم just الرول بتاعهم حاليا بتاع ال HR وبتاع المانجر سارة حاليا إن هم to support him through this phase he's going through لحد ما he will be able to stand up again، وإنه هو يكون قادر يقدم solutions اللي هو بنفسه عارفها هتساعده في انه يحل يرجع للتراك بتاعه الاول. That is all. لكن طبعا ده يعني my own point، لانه انا ما كنت able to join the discussion مع room 3 due to connection يعني. ما في مشكلة، ما في مشكلة. very valued contribution والله يا تسنيم، شكرا شكرا جزيلا. طيب let's check the last room، room 4. السلام عليكم، سامعني؟ ايوه رهف، سامعني تمام. طيب اوكي. حسب الكيس ستدي حقتنا، احمد كان شغال في شركة دي لمدة 3 سنين، الشغل بتاعه كان ظابط شديد وهم كانوا مبسوطين منه. اوكي، الا اخر 6 شهور كان يا هو باعتبار انه متلكتك، حتى من بعدك يضطروا انه يكلموا الاتش ار. بما انه هو شغال 3 سنين وهم مبسوطين منه شديد، حيكونوا قدر الامكان متمسكين بيه وما عايزين انه مثلا يخلوه يمشي او كده. صح. فا اكيد طبعا هم الاتش ار حيلاقوه فيس تو فيس وحيتكلموا معاه في الموضوع ده عشان يشوفوا هو الحاجة اللي خلته يوصل الحاجة دي شنو. فاحنا حسب النقاش بتاعنا طلعنا قدرنا نطلع بسببين اساسيين. أول سبب قال إنه ممكن تكون التاسك حقته كتير عليه، ودرجة إنه هو ما قادر يعني يلتزم بالديدلاين. ففي الحالة دي إحنا ممكن يعني نوظف ناس جداد في التيم، أو ما طبعا إحنا ما حنقدر نقلل التاسك بما إنه هي مرتبطة بالبروجكت، فغالبا حنضطر إنه إحنا نضيف لهم ممبرز جداد في التيم حقهم عشان يوزعوا عليهم التاسك. اوكي. طيب، وقلنا تاني ممكن تكون مشاكل شخصية. صراحة موضوع المشاكل الشخصية ده كان شوية تركي بالنسبة لنا، وكنا إحنا أثناء ما بتناقش في الموضوع الوقت خلص. ف شنو كان الاختلاف فيه؟ فإحنا ما عرفنا إحنا نحل المشكلة كيف. يعني إحنا أكيد طبعا ما حنمشيهم من الشغل، لكن يعني الموضوع كان 6 شهور، يعني كان فترة تعتبر طويلة. فأنا قلت لهم in my personal opinion يعني ممكن يحاولوا يعني يعذروه، لو الموضوع مثلا كان مشكلة شخصية في البيت لا قدر الله، مثلا نقول زول عيان نقوم نديهم مثلا إجازة وناخد زول بدار عشان لما هو يقدر يرجع قادر يواصل زي الناس الشغل مركز فيهم. وصراحة ما عرفنا المفروض نحل المشكلة كيف، اللي هو مشكلة شخصية. هو اصلا هما ما من مسؤوليتك انك تحل له مشكلته الشخصيه، دي مشكلته صح. ما حنقدر نحن نتدخل، حتى ممكن حتى يرفض انه يتكلم في مشكله شخصيه بتخصه، فنحن ما حنكون حتى على علم بكل التفاصيل بتاعت المشكله الشخصيه بتاعته شنو. لكن انا ممكن اسا يعني I can give my own opinion as well عن الابروتش اللي بيستخدم عاده في الحالات زي دي. الحتة اللي كلكم ذكرتوها، شكرا جزيلا يا رهف، ألف شكرا، very well done as well.
الحالة النقطة المهمة اللي كلكم قلتوها وبرافو يا جماعة، ال conversation communication is important. وفي واحد في الـ من الرومز كانت ذكرت إنه ضروري إن conversation يكون empathetic. أنت ده بني آدم وأنت بني آدم، يعني بغض النظر عن موضوع HR وموظف وغيره. الزول ده واضح إنه مر بمشكلة وإن الحاجة الحاصلة دي حاجة جديدة عليه، ما الطبيعي بتاعه، وده موظف valued بالنسبة لنا، إحنا ما عايزين نخسره. وهنا يعني بيجي دور الشركات في التعامل مع الكيسات الزي دي، فضروري إن إحنا to approach the conversation ده بطريقة empathetic، بطريقة تعاطفية، نحاول نفهم ب very open-minded conversation، من غير ما نخوض توقعات أو افتراضات. ما نخوض افتراضات، ما نفترض إن الزول ده حاصلة له حاجة بيرنات وتبقى، نحاول ما نخوض افتراضات، نتكلم بأوبن مايند، نتكلم أوبن مايندلي، نحاول نفهم إنه شنو الحاصل معاه، whether it's personal professional أو غيره، ونوريه نخليه يتكلم معانا يعني بطريقة أوبن، نحن نسمع الحاجة الممكنة دي شنو. في بعد ذاك حلين، واحد من اثنين، اللي هو بيعتمد على إنه الشركة دي الكالتشر بتاعها شنو، والموظف ده قيم للشركة لأي درجة. في خيار حاجة اسمها سباتيكال ليف، ما موجود للأسف عندنا في السودان. يعني حصل لك بيرن اوت، ما حصل لك بيرن اوت، انت حتواصل الشغل او تستقيل او تترف او تتفصل. السباتيكال ليف دي اللي هي بريك من الشغل، يعني كده تاخد سباتيكال، اسمها سباتيكال، ممكن اكتب لكم اسمها في الشات، سباتيكال ليف، فترة بتاعت كذا، فترة محددة تتفق مع ناس الشركة فيها انه انت عايز كم عشان ترجع الشغل بنفس الاداء اللي انت كان عندك. ده الخيار الاول. الخيار الثاني حاجة اسمها performance improvement plan، PIP، الاختصار بتاعها PIP، ده اللفظة المستخدمة عليها. البيب ده انت بتعمل فيه شنو، بتخد سمارت جولز، انه مثلا بيكون حاجه لفتره محدده، يعني let's say مثلا من هسه لحد اخر السنه انت عندك يا احمد 1 2 3 مفترض تحققهم، very smart objectives. تديه التريننجز and الريسورسز اللي ممكن يكون محتاج ليها عشان يحقق الاوبجكتيفز دي، ممكن تكون mentoring, coaching, counseling، الحاجات اللي let's say it's psychological ممكن تساعده عشان هو يقدر يتخطى المرحلة اللي هو فيها، whether it's a burnout ولا مشكلة شخصية أو مشكلة في الشغل، إنه هو يقدر يتعامل مع الحاجة دي. أظن لما يكون واقع في مشكلة يعني لذات إنها مؤثرة في الشغل ومؤثرة في أدائه، يكون ما قادر يعاين للحلول، فأنت you have to help him to help الزول ده بإنك تديهم options بتاعة حلول. المنتورينج أو الكوتشنج واحدة من الأدوات ال very efficient في التعامل مع الحاجات دي. الكوتش أو المنتور ما زول بيعرفك، ما زول involved في التفاصيل بتاعتك، وممكن يكون حتى ما زول في الشركة، فقادر إنه يديك perspective أو منظور أنت ما شايفه. الخيار بتاع البيب ده لازم يكون في آخره حاجة محددة، يا إما أحمد تصلح أداؤه والأمور مشت طيبة، يا إما أحمد ما قدر إنه يحقق الأهداف، وبعد ذاك يبقى الشركة عندها خيار الانفصال من الموظف. تمام. انت اثناء ال performance improvement plan مفترض تكون قادر تعمل monitoring للبروجريس ده ماشي كيف، تكون you check in ما كثير شديد وما شوية شديد لدرجة let's say مناسبة، فتديه دايما ريفيوز. في واحد فيكم برضو كان قال الفكرة بتاعت to celebrate ال achievement، لما يكون في achievement معين عمل الزول ده we have to celebrate it. ونديه فيدباك، يعني on spot feedback على الأداء ماشي كيف. حاجة مهمة ممكن ما في واحد فيكم يا جماعة قالها، الإمباكت على التيم. الزول ده إحنا قلنا عنده تيم تحته، وفي إمباكت حاصل على التيم ده من ال under performance بتاع أحمد. نحن لازم نتكلم مع التيم open dialogue، نوريهم إنه يعني المشكلة دي نحن وصلت we're trying to address it، من غير ما نحن نمشي يعني تفاصيل بتخص أحمد، لكن لازم نطمنهم إنه المشكلة دي يعني نحن already شايفينها، ونحن already بنعمل فيه خطوات عشان نساعد فيها أحمد،
وتدي البراح للموظفين اللي تحت أحمد ده إن هم يجوا يتكلموا في حال ظهرت أي مشكلة جديدة، لأنه أنت برضو ما عايز يعني إنه يبقى الإمباكت يمتد للموظفين اللي تحت أحمد أزول كمان. فبيبقى عندك التو أبروتشز ده، يا سباتيكال ليف إنه تدي الموظف ده بريك، في خلال السباتيكال ليف ممكن يكون بياخد كونسلينج، ممكن ياخد again mentoring أو coaching، أو تاخد performance improvement plan مع قرار واضح في آخر ال performance improvement plan، يا إما المشكلة اتحلت يا إما انفصال عن الموظف وهو يكون عارف الحاجة دي موافق عليها مسبقا. الحياة تعتمد again على ثقافة الشركة وعلى أهمية الموظف ده شنو بالنسبة للشركة. أنا هرجع أواصل تاني. to share my screen. فشكرا يا جماعة، شكرا، يعني نقاش ممتاز جدا. في زول كان كاتب حاجة في الشات لكن ما قدرت أقرأها. ليه تدرج المفروض يكون empathetic؟ It's very subjective يا أمنية، it's very subjective. تخيل برضو الحاجة تعتمد على ثقافة الشركة. يعني إحنا غايته بصراحة we're very empathetic يعني. يعني مهم بالنسبة لنا الموظف، يعني شعور أنت مع ناس بيتكم ده مهم إن إحنا نعكس الموظف خصوصا في اللحظات الحرجة دي. لكن you have to keep your professionalism as well. I'm sorry to say it this way، لكن الزول ده ما صاحبك، ده موظف معاك في الشركة، وأنت ال HR person وعندك two interests مفترض to keep them. ال interest بتاع ال business زود ال performance بتاعه وال impact الحاصل على على الموظفين في ال work environment كلها ممكن تكون متأثرة، بالإضافة للموظف نفسه. فأي أنت تعامل مع الموظف ده، أي تعامل غلط لتسيء مع الموظف ده قد يخلق لك cases تانية قريبة للحاجة دي، ممكن تكون فيها نوع من الاستغلال. So you have to rely on your judgment أنت والمانجر على إنه الكيس ده حنتعامل معاه بأي طريقة، ال end objective شنو بتاع الكيس ده المفروض يكون. ف it's very different from one case to another، يعني there is no strict rule or guideline بخصوص الموضوع. طيب compensation and benefits، يعني this is يا جماعة my favorite، يعني فاهم very sad إنه I have to cover it in the last 10 minutes. ال compensation and benefits يا جماعة، ناس المرتبات، الناس ال بجد يعني كل الحاجات الغلط اللي بتحصل بتقع في راسهم هم في الآخر، وهم في الآخر هم ناس بيطبقوا let's say ال orders، يعني السياسات بتاعت الأجور اللي بتحدد الشركة لأي درجة الشركة دي هتقرر إنها تدفع لموظفينها. The ideal situation إنه يكون أنت عندك competitive compensation package تقدر إنك تنافس في السوق. طبعا يا جماعة في limit معين في السوق، يعني let's say الماركت ريسيرش اللي بتتعمل دي في شركات كبيرة، شركات عالمية عديل بتاع حتى في السودان، يعني بتعمل الماركت ريسيرش بتاع السالاريز، انه انت كشركه واقف وين قصاد الشركات اللي في نفس حجمك ده وفي الاندستري بتاعتك. مثلا احنا كان كتوباكو اندستري، احنا كيف بالنسبه للتو كومبيتيتورز بتاعنا، كان في عندنا تو كومبيتيتورز في السودان، فانت واقف وين قصاد الموظفين كتير في لكل ليفل بتاع توظيف عندك، انت واقف وين قصاد بقيه الناس وانت عايز تصل وين. في حاجه اسمها بيرسنتايل، نحن مثلا الشركة بتاعتنا كانت الخطة بتاعتها بتاعت الدفع 90%، يعني شنو 90%؟ يعني مفترض تكون أعلى من 90% مرتبات الشركة أعلى من 90% من بقية الشركات في السودان الكبير اللي في نفس الحجم، 90% لبعض الوظائف الكريتيكال، لكل الوظائف الثانية كانت 75%. دي ما معلومة سرية، يعني معلومة متاحة يعني عندنا. فأي شركة بيكون عندها برضو يعني هي عايزة تكون وين، اوف كورس حسب البادجت بتاعها حسب البرفورمانس بتاع الشركة كذا، فبتتحدد الحاجة دي. الناس بتاع الكومبنسيشن بنفيتس دي الناس اللي بيحددوا البي ليفل بتاع الشركة، حاجة اسمها البي لاين، انه مثلا
الليفل بتاع المانجرز هم بيكون بياخدوا في مرتبات متراوحة ما بين كده لكده، الدايركتورز بياخدوا من كذا لكذا كده. عندهم برضو موضوع البنفيتس اللي هي الحاجات اللي ما بالضرورة انها بتكون داخلة في المرتب، لكن هي جزء من الحاجات اللي بيستحقها الموظف. في حاجات إلزامية لتسيب بالقانون، وفي حاجات ممكن تزيد عليها الشركة. يعني مثلا الهيلث انشورنس ده بنفيت، حاجة مهمة شديد، ويمكن أغلبية الشركات إذا ما عندها هيلث انشورنس يعني بتكون في مشكلة ثانية. فالهيلث اند ويلنس الورك لايف بالانس زي ما تكلمنا في الأول، موضوع إنه يكون في فلكسيبل وركينج اورز، performance based pay اللي هو الحاجة دي بتعتمد على performance انت كموظف as well كشركة، يكون مثلا الشركة حققت يعني نسبة من الأرباح، بعد ذاك جزء من الأرباح دي بتتوزع ك performance based pay اللي هي أغلبيتها بتكون عندنا اسمها البونس، البونس السنوي let's say أو الكوارترلي مثلا أو حتى المونثلي بالنسبة لنا السيلز، فبتكون حسب الأداء. البي ايكويتي اناليسيس اند كومبلاينس اند كوميونيكيشن، تكلمنا في الاول عن موضوع ان المرتبات المفروض تكون مساويه لكل الناس اللي في نفس الليفل، بغض النظر عن الجندر، بغض النظر عن الديانه، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن الفئه العمريه، بغض النظر عن اي حاجه. لازم تكون انت فير في البي بتاعك لنفس الناس اذا كانوا نفس الناس في نفس الليفل. فدي الحاجة اللي بتخص ناس الـ compensation and benefits. I'm gonna try to go quickly، ما عايزة أخد زمن أكثر من زمن الناس. الـ employee relations هم هم الناس اللي بيكونوا بيعتنوا بالـ culture بتاعت الشركة whether internally أو externally، فبيتعاملوا برضو مع النقابات عشان هم يقدروا يخلقوا positive workplace culture. الحياة بتاعت الـ employee engagement survey دي في شركات برضو يعني اوت سورس بتعملها كبيرة، في مثلا الشركة اللي حاليا بنستخدمها اسمها جلينت انترناشونال كومباني، هي اللي بتعمل لنا السيرفيز. في العادة طبعا يفضل انها تكون حاجة اكسترنال، يعني لانه بتقدر كده بعد تفادى كل الممكن البايز الممكن تتعلق تحصل لك انترنالي. الحاجات بتاعت التيم بيلدينج، السوشيال ايفنتس اند ويلنس بروجرامز، سم اوف ات جزء من الفعاليات بتاعت الامبلوير براندنج برضو زي الكارير فيرز. فالحاجات دي مهمة شديد، يعني it's not all about work. مهم جدا انك تخلق مومنتس تذكر لك كشركة لموظفينك. الكارير ديفلوبمنت اند اوبورتونيتيز اند ريتنشن ستراتيجيز تكلمنا عنها كثير في الكيس ستدي. الكومبلاينس المختصر كل القصه بتاعت الكومبلاينس، انك يو هاف تو انشور انت كشركه ان موظفينك هم متبعين الكود اوف كوندكت، ليتس سي الايثيكال بلاي بوك بتاعك، شنو الحاجات التصرفات او السلوكيات الاخلاقيه اللي انت متوقع من كل الموظفين، والسلوكيات اللي ما بتقبلها ابدا، ما في تسامح في شنو بالضبط. فانت لازم تكون حريص على الحاجه دي وتسمح للموظفين ان هم to report الأخلاقيات السلوكيات اللا أخلاقية من الناس التانية. الحالة دي قد تشمل التحرش، تشمل شرب الكحول، أجن أتوقع إن عندنا كان المشكلة دي شرب الكحول، قصدي جوا الشغل يعني. ال اسمها شنو الرشاوي، ال الفيفوريتيزم في اللي هو إنك يعني تدي تفضيل لناس تانيين وصاد ناس تانيين. فكل السلوكيات اللا أخلاقية انت لازم تكون محدد، تكون جزء من الأونبوردينج بتاعك بتاع الموظفين. tips عشان to boost your people skills، أول حاجة mentoring and coaching يا جماعة it's an amazing tool I've done them both. ممكن في مرة تانية أحكي لكم شنو الفرق ما بين المنتورينج والكوتشنج، you can also google it. الحاجة مفيدة جدا انك يعني بتخلي الادفانسمنت اللي بيحصل لك سريع، يعني في فتره بسيطه بتلقى انك فعلا اتنقلت والبرسبكتيف بتاعك اختلف تماما. اقبل challenging projects، واحده من الحاجات اللي كانت صعبه عندنا في السودان لما يكون في بروجكت معين تلقى الناس ما عايزين وما عايزين شغل زياده، حتى واذا في capacity للشغل ستيل ما بتلقى الناس متحمسه لل challenging projects. انت ك HR اللي بتقبل ال challenging projects انت الزول اللي بتكون you stand out. الليدرشيب بوتنشال،
بين الليدرشيب بتاعك. الحياة دي داخل كل واحد فينا، والليدرشيب بروفايل ده مختلف تماما من زول للتاني. اكتشف حقك وظهره بأكثر طريقة، ما تخجل من إنك تشوف يورسيلف. في واحدة من الحاجات اللي إحنا سيئين شديد فيها صراحة كسودانيين، بنخجل، بنحس إنه ده تباهي، بنحس إنه ده تعالي. لكن it's an important skill at work, you have to show it. خليك up to date مع ال HR certification and courses. أنا هحكي في السلايد الجاي شنو ال HR ال certificates المتاحة. أفهم البيزنس، نحن ك HR صراحة عندنا سمعة بايخة شديد إنه نحن ما بنفهم حاجة في البيزنس، فبنعرف ما قادرين تو كونكت ال HR مع البيزنس. ضروري جدا إنك تكون فاهم البيزنس حتى كأرقام، كفانكشنز، كبروسيسز، وألاين الحاجات دي وانتسيبيت شنو الحاجات اللي حتحصل لقدام. وجود ال HR زي ما بيقولوا at the table of the management is important. انت وجودك ك HR قريب للبزنس، whether it's a factory, it's a market, it's whatever الحاجة دي، شنو لازم تكون قريب للبزنس، تقدر تعرف انت ال process بتاعتك هتعملها كيف عشان تحقق الأهداف بتاعت البزنس دي. Building relationships, active listening, collaboration and conflict resolution. اسمع اسمع وافهم وخد فيدباك، اشتغل مع باقي الديبارتمنتس. نبطل الفكرة بتاعت انه ما قاعدين نتعامل مع اي ديبارتمنت تانية. It's a collaborative work, we're all here for a single purpose. كلنا هنا جايين لهدف معين، ما في واحد جاي عشان يأذي التاني او يستقصي التاني. فنشتغل مع بقية الديبارتمنتس ونتعامل مع الكونفليكتس بطريقة بروفيشنال. ده اللي بيخليك منك HR مميز. السيرتيفيكيتس يا جماعة الموجودة حاليا في العالم بتاع ال HR هم كتار، الأكبر فيهم ثلاثة. شرم مشهور كان عندنا كده في السودان لفترة، CIPD برضو بدأت تشتهر، وال HRCI. الشرم عندها two certificates اللي هي شرم CP Certified Professional، والتاني الأعلى منها Senior Certified Professional SCP. الشرم عموما تعتمد على practical skills، هي شهادة معتمدة عالميا. الكونز بتاعتها إنها فيها certificates شديدة، بقت الكوست بتاعتها عالية، ومفترض طبعا كل سنة أنت تعمل renewal للاشتراك بتاعك مع الشرم. CIPD دي اللي أنا عملتها، اللي هي فيها Foundation, Intermediate and Advanced. الأدفانسد بتخليك يعني كده بتاخد أعلى ليفل في الـ HR في الـ CIPD. هي very strategic certificate، يعني تعتمد على strategic thinking، ومشهورة جدا في الـ UK. It's a UK-based certificate. ففيها جزء، فعلا المشكلة فيها إنها فيها جزء بتاع الـ UK تحديدا، لكن حسب تجربتي أنا انت بيحق لك انك تختار الموجود اللي بيناسبك. ممكن ال UK based mainly في الحته بتاعت ال employment law، فممكن ما تختاره، فبتقدر تختار الموديولز اللي بتناسبك. يعني بتاخد زمن طويل صح، ال advanced level بتاخد 2 years، very costly، very very costly بصراحه. يعني انا بتذكر لما كانت 7000 استرليني للفتره بتاعت السنتين، ف it's very costly. ال certificate الاقل level، ال levels اللي اقل فيها it's less cost. ال HRCI اللي هي آخر واحدة، فيها Professional Human Resources, Senior Professional Human Resources, Associate Professional Human Resources and Global Professional Human Resources. فهي صراحة أفتكر إنها أقل من الاثنين الفوق، وهي mostly recognized في US. هي برضو بتاخد هنا يعني recognition عالمي، لكن فيها جزء كتير من الكونتنت بتاع US على أمريكا. برضو بصراحة it's a bit costly، يعني it depends of course على أي واحدة. فكل واحدة فيهم عندها requirements معينة حسب السنين بتاعت الخبرة، حسب ال education level بتاعك، فأنت بتقيم بعد ذاك أنت حتبقى على شنو. sorry هنديل التوب اتش ار كونتريبيوترز اراوند ذا وورلد، هم كتار طبعا. انا اخترت منهم at least my favorite ديف اولدريك، he's a well known author. في كمية من ال practices وال process جديدة بتاعت ال HR هو اللي عملها.
جوني اللي هو السي او بتاع سوري الاتش ار بتاع شيرم ذات السيرتيفيكيت اللي قلناه هنا فوق، انجين ميستر اللي هي بتتكلم مين على الانوفيشن في الاتش ار اللي هو حاليا بيج ترند. انا خدت لكم اللينكس بتاعت اللينكدين بروفايلز بتاعتهم، يو كان كونكت اند يو كان فولو ذم. بصراحه الحياه اللي بيكتبوا عنها مميزه وممتازه وفيري ترندي يعني. بكده انا I finish my presentation. I'm gonna give 10 minutes from the time for questions. انا استيت طبعا حارس ال presentation ده، ده الايميل بتاعي and this is my LinkedIn profile. I'm more than happy لو في اي زول حاب انه يسأل سؤال ما كفانا الزمن نتناقش فيه هنا، happy يسأل اي advice any kind of conversation. I'm more than happy to do it. فبس let's give 10 minutes for the questions and we can all go. Hope you answer it later. Okay, but unfortunately you can't work in this field outside your country because priority will be given. Do you think it will have bigger than different countries? I think yes, you do, Ya Rahab. You do. You have similar opportunities. Your uncle ليه قال ليكي كده؟ لأن perception عن HR again إنه هو بيشتغل على labor law mainly، الحتات الأجور، الحاجات اللي بتكون فعلا very local specifics. لكن أنا اشتغلت في Netherlands، okay؟ I didn't have any clue about the local regulations. حاليا شغالة في سويسرلاند، يا دوب بتعلم على ال regulations بتاعتهم شنو عاملة. فايتس ما دي ده perception ما حقيقي، ممكن يكون الحاجة دي صح في الشركات الصغيرة، لكن في الشركات الكبيرة for sure it's not like that. بعدين حسب الفيل بتاع الاتش ار، انت حابة تتخصصي ولا حابة تكوني generalist؟ إذا generalist بتحتاج يكون عندك حبة knowledge let's say عن local regulations. إذا حابة تكوني specialist، إذا في compensation and benefits مثلا أو في compliance لازم يكون عندك knowledge كويسة جدا في local regulations والحاجات بتاعت البلد ذاتها. لكن مثلا if it's an training and development performance management generalist role you don't need it, you don't use it that much. تاني بيكون في زول specialist في الحاجة دي، وفي أحيانا بيكون externals حتى نحن نتعامل معاهم. ف simple answer it's not correct. You can get anywhere. شكرا يا رزان، شكرا والله it means a lot to me. أنا عندي مشكلة سؤال السيد دايما ما بيجاوب على طول، لأن أحيانا سافر عندي فكرة فبجاوب بأنه على حسب السيد اللي هو معلم بوزيشنال كذا. والله صراحة السؤال ده يا جماعة I don't even know why we ask it بتاع السالري ده. already الجوب بيكون محدد له سالري معين، ولما تقول حسب السالري اللي هم عاملينه للبوزيشن ممكن الاتش ار يحاول يضغطك عشان ياخد منك انسر. للاسف ممكن يكون الحاجه دي عشان لو الجوب مثلا محدد له let's say 5000 تقول 3000 يقوم يدوك ال 3000. دي اذا شركه ما محترمه، شركه زي دي اصلا ما تشتغل فيها. او يكونوا دايرين يتاكدوا انه السالري الاكسبكتيشن بتاعك از within الرينج اللي هم خاتينه عشان ما يضيعوا وقتك ولا هم يضيعوا وقتهم. لان انت كده واضح انك ما حتقبل الجوب سالري. انا في رايي انه حاولي انك تعرفي البوزيشن اللي انت قدمت ليه وده السالري الرينج السالري المنطقي شنو البوزيشن ده، وديهم رينج ما تديهم حاجه مفتوحه. لكن جاوبي على السؤال ده عشان ما يدوكي حاجة أقل، ولو حاجة أكتر then of course يعني يبقى كويس. لكن حاولي أسألي جوجل أعرف السالري بتاع البوزيشن اللي أنت مقدمة ليه وشنو الرينج بتاعه، ووديهم الرينج مثلا قول لهم البوزيشن ده أنا I would expect من 5000 ل 8000. هل قسم الـ HR هو اللي بيختار الموظفين للترقية أو القسم اللي شغال فيه هو اللي بيختار الموظف المعين؟ لو ما مدير القسم اللي انت شغال فيه اللي بيختار الموظف العين، يعني الحاجة دي it goes both hands الاثنين هم مع بعض. يعني ما ال HR ما بيديه مثلا اختار انه رقي ده وخلاص، لا ال HR بيكون hand in hand في الاختيار بتاع الموظف للترقية، هو ومدير القسم الاثنين عندهم shared responsibility similar responsibility and similar accountability. however لا ما similar accountability similar responsibility لكن الاكونتابيلتي بتاعت مدير القسم.
هو المسؤول الأخير في القرار بتاع التعيين. I hope that I answered this question. والله يا تسنيم، ده سؤال، ده تعليق صراحة. أنا ما أعرف ذاتي، أنا ذات نفسي أعرف بصراحة، ما شايفة أي حاجة اسمها شفت الشركة كاتبة سوي اللي يكون حسن مصر، دي ما تقدم فيها تسنيم، دي مأسورة. كيف يعني زول حسن المصهر؟ يعني العالم تخطى الحاجات دي بألف مرحلة، يعني ما في حد اسمه زول حسن المصهر وزول سيء المصهر. نحن الحياة دي very subjective، يعني حتى حسن المصهر دي بتتقيم على ياته أساس، فده ما يعني زول ال HR اللي بيكتب كده، ده ما ال HR بتاع الشركة اللي انت نفسك تشتغلي فيها. ده الرد بتاعي صراحة. أنا أول ما يخلص ال presentation أو علي I think you have my presentation صح؟ يا ريت تترسل ال presentation لكل الناس. Again you have my LinkedIn profile في ال presentation. I'm more than happy. شكرا يا جماعة كلكم على ال very interactive، يعني I really really enjoyed the session. واستمتعت بالكلام معاكم. I'm a passionate HR and I'm sure you know you're passionate as well about it. لولا كده ما كنت قعدت 3 ساعات في السيشن. يا ريت لو كان عندنا وقت أطول، ويا ريت لو كان في وضع وظروف أحسن من كده. فبس شكرا ألف الشكر، وبالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله دايما أسمع كل الخير وأسمع الأخبار الجميلة عنكم كلكم. ألف شكر يا جماعة. يلا تصبحون على خير جميعا، أشوفكم بساعات خير بإذن الله، بالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا أستاذة تسامي على المحاضرة القيمة، شكرا يا علي، شكرا على السبورت. على كل الحضور وعلى زمنكم. حقيقة استفدنا كثير من الخبرة والتجارب والمعلومات القيمة. إن شاء الله هنشير معكم البرزنتيشن، والسيشن أصلا هو مسجل، وإن شاء الله حيكون موجود وحتقدر ترجعوا له، ممكن تتابعوها على لينكدين لمزيد من التفاصيل، وفي أي أسئلة وأي تعليق ما قدرتوا تطرحوه في السيشن إن شاء الله هتكون موجودة وهتتواصل معكم. شكرا علي جزيلا أنا ما لكم. عارفة في آلية لفيدباك عموما ولا لأ؟ أي في حسي حنشير معاكم اللينك بتاع الفيدباك. guys be honest، يعني وروني رأيكم الحقيقي، إذا كان في حاجة حابين نغطيها ما غطيتها، كان عندكم فكرة مختلفة عن الكونتنت أو عن البرزنتيشن نفسه أو غيره. I'm very open for any feedback. أتمنى إنه من كل الحضور إنهم يعبوا الاستبيان ده، بس نقدر ناخذ تقييمكم أو مشاركتكم. تمام، ألف شكر يا علي، شكرا كثير على السبورت، I really appreciate it. ممكن تخش عليه وتملوه وأرسله لكم في الجروب. وشكرا جزيلا مجددا لأستاذ التسابيح وللحضور، شكرا انتظركم يا جماعة، ضروري تمنوا الاستبيان بليز. شكرا يا شباب، يلا في أمان الله، إن شاء الله نسمع كل الخير، ونتمنى لسوداننا إنه يرجع أحسن وأقوى، ونرجع إحنا كمان أحسن وأقوى، نكون better HR professionals for our country. إن شاء الله. إن شاء الله. So long، bye bye. مع السلامة شباب، نتلاقى بكرة. مع السلامة، إن شاء الله.